حيث الاستخدام، يعني في سد لتوليد الكهرباء، في سد لاستهلاك المياه أنسون. الحقيقة هنركز على أنواع أنواع السدود من حيث الماتيريال أو المادة اللي بنعمل بيها السد ده. فإحنا عندنا السدود بتاعتنا تنقسم إلى ثلاث أنواع من حيث طريقة تنفيذها وطريقة إنشائها. أولا في سدود من الخرسانة بنعملها من الخرسانة اللي هي reinforced concrete dams، وفي الإرش دامز اللي هي بنعملها من التربة، وفي الروك فيل دامز اللي هي بنعملها من كسر الصخور. جوه كل نوع من دول في سب تايتل او في سب سورت او نوع متفرع منه زي ما هنشوف. خلينا نخش بقى في كل نوع من انواع السدود بسرعه كده ونشوف عباره عن ايه. انا اولا السد اللي هو ممكن نعمله من الخرسانه، اول شكل منه اللي هو الجرافيتي دام. الجرافيتي دام هو عباره عن سد ضخم جدا. الصوره اللي موجوده قدامنا ده عباره عن كروس سكشن في السد، يعني ده كده شكل قطاع السد، وعبارة عن كتلة ضخمة جدا بتتأسس تحت عند قاع المجرى المائي، وبتطلع بقى بارتفاع المنسوب التخزين اللي احنا عايزين نخزنه وراه. الكتلة الضخمة دي بتكون كلها من الخرسانة، يا اما خرسانة عادية يا اما خرسانة مسلحة، وفي الاغلب هي بتكون خرسانة مسلحة. الكتلة الضخمة دي بتقف بوزنها الكبير ده علشان تبدأ تقاوم ضغط المية. يعني لو بصينا في السكتش الموجود قدامنا ده هنلاقي ان ورا السد بيكون فيه ارتفاع المياه عالي جدا، قدام السد بيكون فيه ارتفاع المياه صغير اللي هو المياه اللي جايان ما احنا بقى كده في المدن بعد السد. يعني السد العالي بتاعنا حاجز وراه كميه مياه عاليه جدا، قدامه هي المياه اللي ماشي عندنا في النيل اللي احنا بنشوفها في المدن بتاعتنا دي. وبالتالي ففرق الارتفاع بتاع المياه ده بيكون سد مياه ممكن يبقى سد. وبالتالي عشان السد ده يبقى واقف متزن، فهنا بيقف متزن بوزنه الجرافيتي دام ده، عشان كده هو اسمه حتى جرافيتي، فهو واقف متزن. طبعا من شكله حتى في الصوره اللي موجوده، مميزات السد ده ان هو بيقدر يعمل كم كبيره وراه لان هو حجمه بيكون كبير. انما مشكله السد ده ان هو بيحتاج مننا لكميات ضخمه من الخرسانه، وبالتالي تكلفته عاليه جدا، وكمان بيحتاج شروط معينه لتاسيسه. يعني سد بالضخامه دي بالوزن العالي ده، اكيد التربه اللي هي عند قاع المجرى المائي لازم تستحمل الوزن الكبير ده. لو التربه دي تربه ضعيفه ما تستحملش الاوزان العاليه دي، وبالتالي مش هينفع نعمل السد بتاعنا بالمنظر اللي هو اسمه جرافيتي ده. ده اول شكل من اشكال السدود الخرسانيه. الشكل الثاني من اشكال السدود الخرسانيه اللي هو الباترس دام. الباترس دام هو شبه الجرافيتي دام، ولكن بنستخدم فيه كميات خرسانه اقل شويه. يعني هنقلل القطاع بتاع السد، طب ما كده ممكن يتقلب، لما قللنا القطاع بتاعه ممكن يتقلب. بنستعوض او بنستعيض عن القطاع اللي قل ده بان احنا بننفذ في السد ده دعامات من الخرسانه، زي ما انتم اعتقد خدتوها كده في الريتينج بولز في حوايط السنده، مش عارف خدتوها ولا لسه. بس عموما هو بيكون عباره عن سد كتله من الخرسانه وخارج منه دعامات دي من الخرسانه برضه. الدعامات دي بتكون موجوده في الناحيه المقابله لضغط الميه علشان توزن شويه وتمنع شويه ان السد بتاعنا ان هو ينقلب. فده اللي احنا برضو بنسميه الباترس دام، وده احد اشكال السدود الخرسانيه. الشكل الثالث من السدود الخرسانيه، وده شكل مشهور جدا وموجود ومستخدم الكسره بقى في العالم، اللي هو السد المقوس اللي هو الارش دام. ده برضو بيتعمل من الخرسانه زي ما بيدوا قدامنا في الصور. هو عباره عن سد بيتعمل من الخرسانه، ولكن ما بنحتاجش فيه بقى ان هو يكون سد ضخم، يعني ما بنعملوش بقطاعات ضخمه، لا هو بيتعمل بقطاع معقول مناسب. وبيتعمل التقوس بتاعه في اتجاه عمود على اتجاه سران الميه. يعني هو التقوس بتاعه زي ما شايفين كده، الارش بتاعه مقابل للاتجاه بتاع سريان الميه. الميزه فيه ايه؟ ان احنا بنستغل فيه ما يسمى بالارش اكشن. اتمنى ان انتم تكونوا عارفينها او خدتوها. الارش اكشن ده ان انا لو عندي اي قوس وبضغط عليه من اتجاه يعني على سطح القوس ده، فالضغط ده القوس بيحوله الى نورمال فورسز ونورمال ستريسز جوه القطاع بتاعه. وبالتالي هنا ما بيبقاش عليه مومنتس كتير، ما بيبقاش عليه عزوم كتير، وبالتالي ما بيبقاش في تحت محتاج تسليح كتير، ما بيبقاش محتاج لقطاعات كبيره عشان يتزن. هو هيبقى واقف متزن باستخدام التقوس اللي موجود فيه ده. ببساطه خالص عندي قوس عايز ازقه مش هيقع، يعني مش هيقع ليه؟ لان هو مقوس كده. انما هو ممكن يفتح، يعني ممكن القوس ده يبقى عايز يفتح لبره. عشان كده الارش دام ميزته ان هو ما بيستهلكش خرسانات كتير، تكلفته معقوله، ولكن في شرط بقى مهم جدا، ان بما انه عامل زي القوس كده وفي ضغط ميه جاي عليه من ورا بيبقى عايز يفتح،
وبالتالي فلازم الجناب بتاعه مجرى النيل اللي السد ده هيبقى ساند فيها او ساند عليها لازم يكون الجناب دي جناب قويه، والا السد ده ممكن يفتح مننا، لان الاول في الاخر السد ده بيتعامل جوه المجرى بتاع المجرى المائي او مجرى النيل. فالمجرى ده الجناب بتاعته السايدز بتاعته التربه فيها لازم تستحمل الضغط اللي هيعمله عليها السد ده جانبيا علشان ما يفتحش. وبالتالي ده الشكل الثالث من اشكال السدود الخرسانيه. طيب نروح بقى للسدود الترابيه، ودي هتكون ده جزء من التايتل بتاعنا اللي هو الارث دامز. واضح بقى ان دي اللي احنا هنركز عليها، السدود الترابيه. يعني ايه سد ترابي؟ يعني هنسد المايه باستخدام تربه، الامر المائي باستخدام تربه، مش هنعمل سد خرسانه، هنعمل سد ممكن بيتعمل باستخدام السويل. السد اللي هيتعمل باستخدام السويل ده دايما السد الترابي بياخد الشكل اللي موجود قدامكم في السكتش ده، بيكون الكروس سكشن بتاعه القطاع العرضي بتاعه بيكون عباره عن زي ترابيزويدال كده، بيكون له قمه من فوق بنسميها توب كريست اللي هي عرض السد من فوق، عرض قمته. القمه دي بيكون عرضها يا اما صغير خالص لو مش مستخدم في اي حاجه مش عايزينه في اي حاجه يعني، يا اما بيكون عرضها كبير يا اما كبير قوي. العرض بتاع قمه السد ده بيزيد كل ما احنا بنستخدم قمه السد دي كطريق. يعني احيانا التوب كريست اللي انا مش عارف اللي احنا موجودين عليه ده اللي هو موجود في السكتش اللي قدامكم ده بيستخدم كطريق. الكروس سكشن اللي موجود قدامكم ده قطاع في عرض السد، يعني قطاع عرضي في السد، بمعنى ان الميه جايه له من الشمال لليمين كده مثلا في الكروس سكشن الموجود قدامنا ده، وحتى باين في الصوره اللي موجوده من فوق. فهو بيكون له عرض من فوق صغير بنسميه التوب كريست. العرض ده ممكن يزيد شويه لو احنا هنستغل القمه بتاعت السد كطريق. الطريق العربيات تمشي عليه ازاي بقى؟ الطريق العربيات مش هتمشي على الاسلوب اللي هو الشمال ده تطلع فوق وتقوم نازله من على الاسلوب اللي على اليمين ده، لا، العربيات هتمشي عمودي على السلايد بتاعتنا، عمودي على الكريست ده. وبالتالي الكريست ده اكنه هو ده عرض الطريق والعربيات رايحه جايه عليه بشكل عمودي يعني. ده قمه السد الترابي. وبعد كده بينزل تحت على قاعده كبيره قوي وبيتشكل من خلال السويل عن طريق استخدام تو سلوبس زي ما انتم شايفين كده، اب ستريم سلوب وداون ستريم سلوب، اللي هي الميول الترابيه الجانبيه، واحد على اليمين وواحد على الشمال زي ما انتم شايفين. انما احنا مش عايزين نميزها يمين وشمال، ما بنسميش السلوبس دي يمين وشمال، بنميزها ان في سلوب منهم هو المقابل او اللي موجود في منطقه خزان المايه اللي ورا السد ده بنسميه اب ستريم سلوب. الداون ستريم سلوب اللي بيكون موجود في المنطقه اللي فيها المايه اللي قدام السد، اتفقنا ان اي سد وراه ميه كتير قوي كميه ضخمه من الميه اللي هو الخزان، وقدامه كميه الميه اللي بتجري في المجرى المائي للاستهلاكات العاديه. وبالتالي انا عندي اب ستريم سلوب داون ستريم سلوب. الاب ستريم سلوب اللي هو ناحيه المايه العاليه، الداون ستريم سلوب اللي هو ناحيه المايه المنخفضه، وان بتوين السد ده موجود عشان يحجز المايه العاليه دي ما تروحش للمايه المنخفضه دي غير بكميات قليله جدا. السد الشكل الترابيزويد اللي موجود قدامنا ده بقى بنعمله من السويل، عشان لو عملناه من السويل مش من خرسانه يبقى السد ده اسمه سد ترابي. طيب السؤال، هنعمله من السويل ازاي؟ يعني ده هنستخدم له ايه هو انواع السويل اللي ممكن نستخدمه؟ السد الترابي بينقسم لكذا شكل. اول شكل فيه حاجه اسمها الهوموجينيوس ايرث دام، يعني سد ترابي منتظم. يعني ايه منتظم؟ مش قصدنا بكلمه هوموجينيوس هنا شكله، قصدنا بهوموجينيوس هنا الماتيريال اللي احنا بنستخدمها في تكوينه. فهي هوموجينيوس يعني بنستخدم له وان تايب اوف سويل، يعني بننفذ الترابيزويدال ده كله كده على بعضيه من نوع واحد من التربه. تفتكروا يكون نوع التربه ده ايه؟ هل نستخدم له مثلا رمل وزلط؟ اكيد لا، لان الزلط والرمل النفاذيه بتاعتهم عاليه جدا، وبالتالي لو احنا فاكرين نفسنا ان احنا نعمل سد من الرمل والزلط، الميه هتتخلل الرمل والزلط بكميات كبيره جدا وهيتعمل فيهم حاجه اسمها بويلنج، انتوا خدتوها في السيبج، وهتبدا تفتت الرمل والزلط وتدوبهم كده وتبدا الميه تعدي الناحيه الثانيه وينهار السد. يبقى احنا كده ما عملناش حاجه. يبقى احنا لو عايزين نعمل سد ترابي بهدف انه يحجز الميه باكبر قدر ممكن، يعني باكثر قابليه ممكنه لحجز الميه، يبقى لازم استخدم نوع سويل هي كمان بتحجز ميه، هي كمان ما بتعديش ميه، يعني تكون السويل دي نفاذيتها قليله. السويلز اللي بتكون نفاذيتها قليله زي مين؟ زي التمر وزي الطين. وبالتالي فاحنا لو هنعمل سد ترابي من هوموجينيوس ماتيريال من نوع واحد بس من السويل وبنسميه هوموجينيوس ايرث دام، يبقى ساعتها كل الشكل الترابيزويد اللي موجود قدامكم ده كله تكوين السد كله هيكون باستخدام السيلت او الكلي. طيب حتى باين في الصوره الموجوده تحت عندكم ده كده سد ترابي معمول من الطمي والطين وبيتغلف بس كده سطح من بره عشان الحمايه. طب ده بينفذوه ازاي؟ يعني احنا بننفذه ازاي بقى السد ده؟ اكيد ان احنا هنجيب السويل
ونبدأ نفرشها كده على طبقات، وكل طبقة نبدأ نعمل فيها إيه؟ ندمجها. نبدأ نحط طبقة تانية وندمجها، بس كل طبقة بنحطها بنقلل العرض بتاعها شوية. يعني أكننا وإحنا بننفذ السد ده بنحطه على لايرز، كل لاير مثلا سمكها 30 سم 40 سم زي ما يكون، ونحط اللاير دي فوق بعض، بس كل طبقة بنحطها نبدأ نعمل لها كومباكشن. وبعد كده الطبقة اللي بعدها لما نيجي نحطها بنبدأ نقلل شوية العرض بتاعها. أوكي، ده كده الشكل الأول من أشكال الإرث دام اللي هو الهوموجينيوس إرث دام. قبل ما أخش على الشكل التاني، لحد كده في حد عنده سؤال؟ الأمور واضحة؟ دكتور بعد إذن، اتفضل. هو الأب ستريم سلوب بيبقى مختلف عن الداون ستريم سلوب؟ خلينا نرجع لل او في السكتش الموجود قدامنا ده، ده كده الاب ستريم سلوب اللي هو طب انتوا شايفين الماوس وانا بشاور على حاجه؟ لا لا. طيب اوكي ماشي، خلينا نرجع للسلايد اللي فاتت كان واضح فيها شويه موضوع ستريم. في السكتش الموجود تحت ده اللي على ايدنا الشمال مكتوب عليه اب ستريم سلوب، واللي على اليمين داون ستريم سلوب. انت بتسأل هو مختلف في ايه؟ اولا شكلا ممكن يكون مختلف، ممكن اعمل الاسلوب ده بقيمه والاسلوب التاني بقيمه ثانيه، يعني ده بزاويه وده بزاويه، وارد في التنفيذ. انما كفانكشن اكيد الاسلوب المواجه للميه ده غير الاسلوب التاني اللي الميه هتبقى الناحيه الثانيه فيه كميه ميه اقل شويه، صح؟ تمام. يعني هو مش لازم يبقى هما الاثنين زي بعض، صح؟ شكلا مش لازم، يعني شكلا دي كلمه شكل الاسلوب يعني زاويته، زاويه الاسلوب هنا مش لازم تكون هنا، هي في الاغلب بيكون سيمتريك، انما وارد جدا وارد جدا يكون الزاويه بتاعه الاب ستريم سلوب مش قد الزاويه بتاعه الداون ستريم سلوب. ايه بقى الفرق بينهم ومين فيهم بيستحمل اكتر ومين فيه مين فيهم عليه احمال اكتر، مين فيهم معرض اكتر للانهيار؟ ده اللي احنا هنشوفه بقى المحاضره الجايه، عشان كده احنا الموضوع بتاعنا كله اسمه انك تدرس اتزان النيوترون على تقليل السيبج. اوكي، الكلام ده علشان في سد زي ده كده انا عندي فيه تو سلوبز، يا ترى ايه اللي هيحصل لما المايه تحاول تعدي جوه السد بتاعنا ده؟ يا ترى مين في السلوبز دول ممكن ينهار الاول؟ مين فيهم الخطر؟ مين فيهم اللي شايل حمل اكبر؟ ده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله المحاضره الجايه. انما حتى الان شكلا وارد يكون الاب ستريم سلوب مش زي الداون ستريم سلوب في الزاويه بتاعته يعني، وفي الاستخدام كمان هتشوف كمان شويه ان ده استخدامه غير ده. تمام، معلش سؤال ثاني برضو. اتفضل. دلوقتي النهر لما هاجي اعمل فيه سد بيبقى فيه ميه، ازاي احط السويل وادمكها؟ يعني ايه الطرق اللي انا اعمل بها انشاء للسد؟ طيب هو لازم في اسئله كده، ده سؤال جميل، بس السؤال الجميل اكيد يبقى انت اكيد مفكر. تفتكر انت عشان نقدر نعمل السد ده او غيره او حتى السدود اللي فاتت، السدود الخرسانيه اللي احنا شفناها من شويه، عشان تقدر ترمي كميات خرسانه وترص حديد تسليح وتعمل فرم خشب وتصب، ازاي بيعملوا الكلام ده؟ انت سؤالك ملوش علاقه بالقرش دام، انت سؤالك عموما ازاي بنعمل اي سد؟ ازاي بنعمله جوه مجرى مائي اذا كان المجرى المائي فيه ميه اصلا؟ مش هو ده سؤالك؟ ايوه. طيب قبل ما اجاوبك عايز اعرف انت تفتكر ممكن نعمل ايه؟ انا ما بقولكش هم بيعملوا ايه او احنا بنعمل ايه، لا انت لو لسه فريش كده في الموضوع تفتكر ممكن تحل مشكله زي دي ازاي؟ هو الفكره اللي جت في دماغي ان انا ممكن اغير اتجاه الميه، بس هتبقى مكلفه جدا. طيب تغير اتجاه الميه اللي هو تغيير مسار المجرى المائي. ايوه، تغيير مسار المجرى المائي ده احد الحلول اللي ساعات كتير بنعملها، وهو الحل الاول اللي المفروض دايما يتعمل لما تيجي تعمل اي سد مهم واي سد كبير. السدود الكبيره رقم واحد بنعمل حاجه اسمها تغيير مسار الميه، مسار المجرى المائي. ازاي يعني؟ هننزل في قبل بنيجي كده ايه ونرجع ورا شويه، يعني زي مثلا احنا عايزين نعمل السد العالي في اسوان، فهنرجع ورا شويه كده ناحيه مثلا ابو رماد، ناحيه قبل حلايب وشلاتين، يعني هنرجع ورا شويه عند الحدود كده بتاعت مصر، بحيث ان احنا نتقدم لورا قبل ما كان انشاء السد، ونبدا نرمي كتل من الحجر والماتيريالز المختلفه جوه المجرى المائي.
بحيث وكأننا بنحاول احنا نسد النيل بشكل عشوائي كده، بحيث ان احنا نقلل شوية من سريان المية جوه النيل. في الوقت ده بنكون اوريدي فاتحين ترعة عامل زي حرف يو كده، واخده مسار المية من قبل الموقع اللي احنا عايزين ننفذ فيه السد وترميه شكلها عامل زي حرف يو كده، بنسميها ترع التحويل. يعني بتحول مسار النيل، يعني ايه بتحوله؟ زي زمان، انا مش عارف انتوا حد فيكم عصر لا المترو مصر الجديده والحاجات دي، كان في حاجه اسمها تحويله، ان بص تلاقي القطر او المترو يقوم طالع كده من الشريط بتاعه ويطلع على قضيب تاني، وبعد كده يرجع يخش على الخط بتاعه تاني. هو ده نفس الكلام، بنعمل تحويله للمجرى المائي. عشان نعملها بنسد المجرى الاساسي باستخدام كتل من الخرسانه، كتل من الحجر، بنرميها جوه النيل، وفي الوقت نفسه بتكون حافر ترعه، وبتيجي في وقت بتقوم مفجر، بنفجر او بننسف الكونكشن اللي بين الترعه وبين النيل، فتقوم الميه خارجه من النيل داخله جوه الترعه، تمشي فيها تروح ترمي نفسها في النيل بعد موقع السد اللي انت عايز تعمله. ده كده اللي احنا بنسميه اسلوب تحويل مسار المجاري المائيه. دي طريقه. الطريقه الثانيه اللي احنا ممكن بنستخدمها بقى كتير، ان احنا قبل ما نبتدي نشتغل على السد بتاعنا بنبدا قبليه نعمل سدود مؤقته برضو بنفس الطريقه، بنجيب كتل كده من الحجر ونرميها في مجرى النيل ونسيبها جوه النيل، قلتها شويه بتهدي التيار بتاعها شويه، وبعدين بص تلاقي بعديه بشويه انهم عاملين واحد كمان، بعديه بشويه انهم عاملين واحد كمان. يعني قبل ما الموقع بتاعنا احنا قبل ما نشتغل في السد بتاعنا قبليه كده مثلا ب 50 60 كيلو، كل مثلا 5 6 كيلو كده نعمل سدود، نعمل حاجه اسمها سدود مؤقته، بحيث نلاقي في الاخر ان الميه اللي جايه لنا بقى الموقع بتاعنا اللي هنبدا ننفذ فيه السد بتكون اقل ما يمكن. دي ممكن نعمل لها نظام نسح، بنبدا ننزعها بره ونفضي الموقع بتاع الشغل بتاعنا. ده كده معناه ان الميه بعد موقع السد ما بقتش موجوده في النيل. ما بقتش موجوده تقريبا، ما بقتش موجوده. يعني انت عشان تعمل سد تلاقي وهم شغالين في السد العالي هنا في القاهره ما عندناش نيل. اكيد انت موقف المياه جوه النيل خالص. عشان كده بقول في المجال المائيه المهمه القوميه ومشاريع السدود الكبيره الـ بنعمل فكره تحويل انك تنقله من الموقع
انتوا سامعيني كده يا جماعة؟ اه يا دكتور، بس انا ما سمعتش اجابة السؤال اللي هو الطريقة التانية. يعني انا عرفت الاولانية تحويل المسار، بس التانية ما سمعتهاش. معلش، عشان هو واضح ان التيمز بيفصل، ف لكن شايفين كله سامعنا. تمام يا دكتور، صوت على حضرتك. طيب اوكي، خلينا نرجع تاني. احنا المهندس عبد الرحمن على ما اعتقد كان بيسأل على الطريقة اللي احنا بننفذ بيها السد. قلنا ممكن اول حاجة ان احنا نعمل تحويل المسار. الحاجة الثانية اللي كنت بتكلم فيها ان احنا بنعمل حاجة سدود مؤقتة. سدود مؤقتة يعني ايه سدود مؤقتة؟ يعني بنيجي قبل موقع التنفيذ بتاع السد بتاع حضرتك ونبدأ ننفذ مجموعة سدود مؤقتة بتتعمل مثلا من كسر الحجر. ان احنا بنجيب مجموعه من الصخور نبدا نرميها في المجرى المائي، بحيث ان احنا بنعمل زي سد صغير كده قدام الموقع اللي احنا عايزين نعمله. بنعمل بقى كذا واحد زي دول، بحيث ان هو بيهدي شويه من مسار الميه الموجوده في النيل. عقبال ما بتوصل للموقع بتاع حضرتك اللي انت عايز تعمل فيه السد بتاعك، بتكون كميه الميه اقل ما يمكن، فتبدأ تعمل لها حمليه نقع. وبعد كده نبدا نشتغل على الموقع بتاعنا تقريبا وهو جاف. ده معناه انك عشان تعمل السدود المؤقته دي او التكنيك ده معناه ان انت بقيه مجرى النيل ورا الموقع بتاعك هيكون اولموست تقريبا جاف، هيكون تقريبا فاضي. ما انت كده مش محتاج النيل ورا الموقع بتاعك انت، يعني مش محتاج يكون في كميه ميه ماشيه وراك تغذي الناس او تخدم الناس عقبال ما انت تخلص السد الرئيسي بتاعك. تمام تمام كده دكتور، شكرا. طيب خلينا كده، احنا كنا بنتكلم على اول نوع من انواع السدود اللي هو السدود الترابيه اللي هو الهوموجينيوس دام. الهوموجينيوس ايرث دام اللي هو قلنا بيتكون من نوع واحد من انواع السويل. النوع ده اكيد هيكون من التربه اللي هي نفاذيتها ضعيف زي الطمي او الطين. طيب نروح للنوع الثاني من الايرث دامز اللي هو بنسميه زون ايرث دام. يعني ايه بقى زون ايرث دام؟ يعني سد هيتعمل برضو من التربه، بس سد هنستخدمها جوه السد ما هي كذا. انت بنلجا للزون ايرث دام ده لما يكون مش قادر اعمل السد كله باستخدام التربه الطينيه او الطميه. ليه مش قادر؟ لان ما فيش، مش لاقي عندي كميات من التربه او الطين، مش لاقي كميات من الطين او اعمل بيها حجم السد كله. فبضطر ان انا اعمل السد اصغر شويه، اللي هو لو انتم شايفين الكروس سكشن الموجود قدامنا ده دلوقتي في زون رقم واحد، هتلاقوا ان في ترابيزويد صغير كده جوه كده زون رقم واحد. الزون رقم واحد ده والترابيزويد الصغير اللي موجود في قلب السكشن ده مين اللي هو ده السد، وده بنسميه كور. هو اللي هيتعمل من الطين او الطمي، اللي هو الزون المكتوب عليه رقم واحد، الترابيزويد الصغير اللي جوه ده اللي مكتوب عليه رقم واحد هو ده اللي هيتعمل من الطين او من الطمي، وده بنسميه قلب السد، وده اللي بيتعمل وده اللي بنسميه كور، وده اللي مطلوب منه ان هو يحجز الميه عشان ما يعديش الميه من الشمال لليمين. طب ليه اتعمل صغير كده؟ عشان ما عندناش كميات طين تقضي نعمل بيها السد كله من الطين او الطمي. الله، امال ايه بقى زون رقم اثنين وزون رقم ثلاثه؟ دي عباره عن زي ما بيسموها كده الاضافه او كماله. احنا بنكمل جسم السد باستخدام نوعيه ثانيه من الماتيريالز، في الاغلب بتكون رمل وزلط، في الاغلب بتكون رمل وزلط. فالزون رقم اثنين زون رقم ثلاثه دي بتكون عباره عن ماتيريا من الرمل والزلط معموله لحمايه الكور رقم واحد اللي موجود جوه ده، لان الكور ده هو ده اساس السد، ده اللي بيتعمل من الطين او من الطامي، وده اللي المفروض ان هو يمنع مرور الميه. اما اثنين وثلاثه مكتوب عليهم اثنين ومكتوب عليهم ثلاثه، دول الكتل بقى الضخمه اللي موجوده دي كلها من تربه من الرمل او الزلط، مجرد تغليف للكور وعشان نحقق شكل السد اللي هو الكبير اللي انتم شايفين قدامكم ده. وبنلجا للتكنيك ده امتى؟ لما يكون ما عندناش كميات كبيره من الطين او من الطمي نصنع بيها او ننشئ بيها السد اللي هو ممكن يكون ايرث دام بكامل هيئته كلها من الطين او من الطمي. فبنستعيد عن كده بان احنا نعمل كور من الطين او من الطمي،
وعليه من بره حمايه من الطبقات بنسميها شيلز، لكنها قشره حمايه بس مش قشره، هي كتله ضخمه اللي هو زون من الرمل ومن الزلط. الرمل والزلط ده بيعدي ميه؟ اه بيعدي ميه، فالميه هتعدي من الرمل والزلط، بس هتلاقي مين واقف في النص كده؟ هو ده اللي قايم بدور السد اللي هو الكور. الزون دي ارث دام ده برضو سكتش اخر ليه اهو. سوري ده احنا كده دخلنا في بروكفيل دام، انا اسف. النوع الثالث من انواع الدامز، يبقى احنا اتكلمنا على السدود وهي خرسانه، اتكلمنا على السدود وهي من التربه اللي هي الارث دامز، ممكن تكون يا اما هوموجينيوس ارث دام يا اما زون ارث دام. في بقى سدود بنعملها من الروك فيل دامز اللي هي سدود من كسر الحجاره. كسر الحجاره، ما كسر الحجاره دي احنا لو رميناها في اي مجرى مائي ما هتعدي الميه نتيجه الفراغات اللي هتتكون ما بين كسر الحجاره. حقيقه احنا بنيجي نعمل سد من كسر الحجاره ما بيكونش من كسر الحجاره بس، برضو بيكون معاه بعض الاضافات. فاول شكل من اشكال السدود اللي هي الروك فيل دامز حاجه بنسميها زوند روك فيل دام، نفس الفكره اللي فاتت بالظبط. ما عندناش كميات كبيره من الطين او من الطمي، فبنعمل كور في النص اللي هو الموجود في الصوره اللي قدامكم او السكتش اللي قدامكم ده اللي هو لونه بني شويه كده. الكور ده هو اللي بيكون من الطين، هو ده اللي مطلوب منه انه يحجز الميه. ولكن حواليه بقى يمين وشماله بنبدا نحط مجموعه كده من الطبقات، منها طبقه كسر حجاره دي بتكون في مقدمه التلامس مع الميه، يعني اول طبقه خالص بتتحط قدام الميه بتكون من كسر حجاره، وراها طبقه بتكون من الزلط، وراها طبقه بتكون من الرمل، وراها بعد كده اللي هو الكلي. يعني السكتش اللي موجود قدامنا فوق ده اللي هو الصوره الملونه اللي موجوده قدامنا فوق دي، الميه لونها لبني كده، الطبقه السويل اللي جنب الميه على طول دي كسر حجاره، وراها بشويه كده في طبقه كده راقه كده صغيره كده دي من الزلط، وراها بشويه كده في طبقه فلتر من الرمل، ثم في الاخر في قلب السد من جوه هو ده الكلي كور، ده اللي مطلوب ان هو يمنع مرور الميه، لان كسر الحجاره هتعدي ميه، الزلط هيعدي ميه، الرمل هيعدي ميه. بس لو تلاحظوا احنا حتى عاملينها تدريجه مقاسات، كسر حجاره وراها زلط وراها رمل، في تدريجه كده في المقاسات علشان الميه تبتدي تعدي اكتر في اقل في اقل، فنلاقي ان كميه الميه اللي هتعدي في الاخر توصل لحد الكور تكون اقل ما يمكن. الكور ده بقى اللي هو المعمول من الكلي ده شغلته انه يحاول بقدر الامكان ما يكملش مرور الميه الناحيه الثانيه الا في اضيق الحدود، فده كده بنسميه زوند روك فيل دام. جه منين تسميته بانه روك فيل؟ لان الاساس بتاعه الواجهه الاساسيه بتاعته معموله من كسر الحجاره. الروك فيل دامز ليها شكل تاني كمان، بس قبل ما نخش الروك فيل دامز كلنا بقى عارفين السد العالي، السد العالي الموجود على مصر دي، ده واحد من اهم اكزامبلز الروك فيل دامز. السد العالي عندنا في مصر ده مش خرسانه، مش واخدين بالكم، يعني السد العالي الموجود عندنا في مصر ده مش سد خرساني، هو عليه تغليفات خرسانه كده من بره، والتوربينات الشكل العام اللي دايما بتشوفوه ده اللي موجود قدامكم في الصوره ده المنطقة بتاعت التربينات اللي هي اللي بتولد الكهرباء، منطقة التربينات دي موجودة جوه بوكس كده من الخرسانة، إنما أساس جسم السد العالي هو عبارة عن روك فيل دام. يعني إيه روك فيل دام؟ يعني معمول من كسر الصخور وفي القلب في كور من الطين. خليني أوريكم السلايد اللي بعد كده. ده قطاع للسد العالي اللي موجود على مصر، ده قطاعه هو شكله عامل كده. واللي يروح يكون يزور السد العالي هيلاقي فيه اللوحه اللي موجوده على جنب دي بتوضح القطاع بتاعه هو معمول ازاي. معمول من كور من الطين مغلف من بره بكميات ضخمه من كسر الحجاره، وبعد كده منطقه بقى التربينات اللي بتولد الكهرباء هي دي اللي معموله جوه بوكس من الخرسانه كده، ده اللي احنا بنشوفه. والقمه بتاعت السد العالي مستخدمه كطريق، القمه بتاعت السد العالي اللي هو التوب كريست بتاعته مستخدمه كطريق، فالناس بتروح وتيجي عليه، ممكن تروح وتيجي عليه كطريق يعني. فده اشهر اكزامبل للروك فيل، للزون دي روك فيل دام عندنا في مصر اللي هو السد. طيب في شكل تاني بقى من اشكال الروك فيل دام او نوع تاني من انواع الروك فيل دامز اللي هي السدود اللي بتتعمل من كسر الحجاره، ان احنا نعمل السد من كسر الحجاره. مصطفى دكتور معلش آخر جزء الصوت كان مقطع فيه فما سمعتش كويس. اللي هو بنتكلم فيه على السد العالي؟ اه
اه طيب كنا بنقول ان السد العالي اللي موجود عندنا في مصر ده احد اشكال اكزامبل يعني او مثال للزوم روك في مصر. الصور الموجوده قدامنا دي ده كده قطاع في السد العالي الموجود عندنا في مصر، منهم الصوره اللي على الشمال شويه دي اللوحه بتاعت قطاع السد العالي الموجوده على المعلقه على السد العالي ذات نفسه. لما تروح تزوره هتلاقي اللوحه دي موجوده كده، شكل القطاع بتاعه شكله عامل ازاي. فمن غير دخول في تفاصيل فيه كتير يعني، انما اساس السد العالي هو عباره عن روك فيل دام اساسه يعني. يعني ايه روك فيل دام؟ يعني معمول في النص كده في كور من الطين، هو ده اللي مطلوب منه انه يمنع الميه. الكور ده ممتد تحت باطن الارض كده مسافه عشان الميه ما تجيش من تحت السد، ما تلفش من تحتيه. وقدام الكور ده يمين وشماله في حمايه من كسر الصخور، في حمايه من كميات ضخمه جدا جدا من كسر الصخور. حتى اللي فيكم يتتبع الافلام بتاعت زمان كانوا عاملين بيكسروا في الحجاره علشان يفتحوا مجال لعمل السد وياخدوا كسر الصخور دي يحموا بيها الكور. اذا في النهايه السد هو كور، هو كور الطين اللي موجود جوه ده الصغير ده، هو ده السد، ده اللي ممكن مرور الميه، ولكن بيحتاج حواليه كميات ضخمه جدا من الصخور عشان تحميه. بعد كده بقى منطقه التربونات اللي بيتعمل فيها توليدات الكهرباء دي بتكون موجوده جوه بوكسز كده من الخرسانه، فده اللي بيبان قدامك وكأن السد ده شكله خرسانه، بس هو مش خرسانه ولا حاجه، هو ده بس الشكل العام بتاعه بتاع التربونات، انما هو اساسه هو عباره عن زوند روك فيل دام. تمام يا دكتور، شكرا. العفو. طيب نخش على الشكل التاني من اشكال الروك فيل دامز، ان احنا ممكن بقى ايه نتجنن ونعمل السد كله من كسر الصخور. الله ازاي؟ مش احنا كنا لسه بنقول من شويه ان كسر الصخور ده احنا ممكن نرميها في المجرى المائي كده عشان تبقى حاجه اسمها سد مؤقت، علشان بس يعني ايه تهدي شويه كده من الميه عقبال ما احنا نعمل السد الرئيسي بتاعنا. احنا ممكن نعمل السد كله من كسر الصخور، بس لو سيبناه كده الميه هتعدي ما بين الصخور وهتبدا تجينا بكميات الناحيه الثانيه، يبقى احنا كده ما عملناش حاجه، يبقى ما حققناش منطق ان انا عايز سد يعني عشان ابدا استغله في الاهداف اللي احنا قلناها في اول سلايد. لو هنعمل السد كله من كسر الصخور الحقيقه ما بنسيبوش كده، بنيجي نعمل فكره لطيفه جدا بقى، بنيجي عند الاب ستريم سلوب. المهندس عبد الرحمن بقى اللي سال في الاول هو ايه الفرق بين الاب ستريم سلوب والداون ستريم سلوب. بنيجي عند الاب ستريم سلوب ونقوم مغلفين الاب ستريم سلوب اللي هو الميل اللي مواجه للميه، نغلفه كله بالخرسانه، هو الشريحه السوداء اللي فوق دي في السكتش ده. فلو انا عملت سد بالمنظر ده وغلفت الواجهه بتاعته اللي بتواجه الميه غلفتها كلها من الخرسانه، والخرسانه دي طعمتها بمواد غير منفذه، يبقى تقريبا الميه اللي هتعدي جوه السد من المجرى المائي تقريبا هتبقى كميه قليله جدا وجايز ما تعديش اصلا، مش كده ولا ايه؟ يبقى انا كده حققت سد تقريبا، انا كده سديت الميه فعلا، مش كده؟ هل واضحه الفكره دي بالنسبه لكم؟ طب هو مش هيحصل تآكل كده يا دكتور للخرسانة؟ برافو، سؤال جميل. اي سد بيبقى فيه اي مكونات بيحصل فيها تآكل مع الوقت، زي السد العالي، السد العالي نشوف معمول من قد ايه، اكيد كل الحاجات الموجوده فيه دي بيحصل فيها تآكل مع الوقت، بس احنا ما بنسيبهاش. في برنامج للمينتيننس لاي سد، مينتيننس يعني التصليح والتدعيم والحاجات دي، ان اكيد الكلام ده بيخش كل شويه يعني بنبدا نطوره ونأهله تاني وما نسمحلوش ان هو يتآكل وبعد كده نرجع نصلحه. لا، هو كده كده في برنامج بينزل، يعني ايه برنامج؟ مش قصدي برنامج، قصدي برنامج يعني احنا في خطه معموله لتدعيم اجسام السدود في مناطق الضعف بتاعتها بشكل تلقائي سنوي تقريبا، بيتعمل كل سنه لازم يخش السد ده كده، ايه زي ما نقول لازم نخش ونطهره ونظبطه كده، واي حاجه ظهرت فيه لازم نصلحها فورا ما بتتسابش يعني. طيب تمام. كده احنا اتكلمنا على انواع السدود بشكل عام عشان حتى بس نبقى يعني ايه نبقى فاهمين كده هو يعني سد وبيستخدم في ايه يعني، ومركزين احنا بقى على كلامنا على الايرث دامز. احنا هنركز كلامنا على الايرث دامز اللي هي السدود الترابيه اللي هي اللي بتتعمل من التراب او من التربه. وقلنا ان السدود الترابيه دي شكلين، يا اما بتكون زوند معموله من كذا زون، يا اما بتكون هوموجينيوس كلها من تربه واحده. لو كلها من تربه واحده يعني الترابيزويد اللي موجود قدامنا ده اسمه ايرث دام، معمول كله من السويل. لو كله سويل واحده يبقى غالبا السويل دي اكيد هتكون طين او تمر عشان تبقى نفاذيتها قليله، وده كده يبقى اسمه هوموجينيوس ايرث دام.
انما لو ما عندناش كميه طين او طمي تعمل لنا الشكل ده كله، فبنعمل ترابيزويدال بس اصغر شويه موجود في النص بالظبط، بنسميه كور. وعشان ما يبقاش السد بتاعنا كتكوت صغير ونص، فبنحمي الكور ده قبليه وبعديه بكميات من يا اما الرمل والزلط، يا اما من كسر الحجاره والرمل والزلط. بس بما ان احنا بنتكلم على الارث دام هتبقى من الرمل والزلط، بحيث يبقى كله اسمه ايرث دام معمول من التراب. طيب السؤال بقى، لو احنا حتى عملنا هوموجينيوس ايرث دام، يعني كل الشكل الموجود قدامنا ده، الكروس سكشن الموجود قدامنا ده كله معمول من الطين او من الطمي، وعملنا السد وخلصناه وفنشناه زي ما انتم شايفين كده قدامكم، وابتدينا بقى نسيبه منه للمجرى المائي كده، منه للميه يصدفه، تفتكروا الميه هتفضل قاعده محجوزه ورا السد مش هتعدي الناحيه الثانيه خالص؟ يعني يعني النفاذيه بتاعت السد دي زيرو؟ اكيد لا مش زيرو، لان مفيش ماتيريال النفاذيه بتاعتها زيرو الا مفيش ماتيريال سويل، يعني مفيش سويل عندنا النفاذيه بتاعتها بتساوي زيرو. الطين او الطامي له نفاذيه بس قليله جدا جدا. اذا مع الوقت مع الوقت المياه هتبدا تتخلل، تبدا تمشي جوه جسم السد، عشان دايما المياه عايزه تمشي من المنسوب العالي للمنسوب الواطي. احنا المنسوب العالي عندنا اللي هو الخزان اللي ورا السد، المنسوب الاوطى اللي هو الداون ستريم، منسوب المياه الواطي اللي قدام السد، مش كده؟ كاكزامبل اللي مش واخد باله، الكروس سكشن ده اكنه كروس سكشن في السد العالي بتاعنا. المياه العاليه اللي ورا دي اللي هي بحيره ناصر اللي هي ورا السد، المياه الواطيه اللي قدام دي اللي هي داون ستريم دي المياه اللي بتاعت النيل اللي احنا بنشوفها عندنا في النيل اللي ماشي في المحافظات، والنيل اللي بيجي لنا هنا في على كورنيش النيل والكلام ده، دي كميه المياه القليله اللي ماشيه في النيل. انما كميه المياه الكبيره هي اللي موجوده ورا السد في الخزان اللي وراه او في البحيره اللي ورا السد. طيب لو انا عامل السد ده من الطين او الطمي، اكيد الطين او الطمي ده هيعدي ميه مع الوقت، فاكيد هيحصل ان الميه هتتخلل جسم السد عشان تنقل المنسوب للمنسوب الاوطى. طب الميه لما هتمشي كده هي ماشيه في الهواء؟ لا، هي ماشيه في سويل. يبقى لما الميه تمشي في السويل يبقى بيحصل ما يسمى بايه؟ بالسيبج اللي انتوا درستوه قبل كده. وبالتالي في اي سد هنعمله كارث دام لازم هيحصل فيه سيبج، بس شطارتنا بقى ان احنا ننفذ السد يكون السيبج اللي هيحصل فيه ده يكون اقل ما يمكن، يعني يطلع لنا فاقد ميه الناحيه الثانيه اقل ما يمكن، تاثير السيبج يكون اقل ما يمكن، الفقد في الميه يكون اقل ما يمكن، اند سو اون. وبالتالي فاحنا اكيد هنا هيحصل سيبج جوه جسم السد من اتجاه الاب ستريم للداون ستريم. اب ستريم ده اللي هو منسوب الميه العالي، الداون ستريم ده اللي هو منسوب الميه الاوت. احنا بقى عايزين ندرس ازاي السيبج ده بيحصل جوه السد، وندرسه ازاي او نفهمه ازاي. لحد كده حد عنده سؤال في الحته بتاعت السيبج دي؟ لا اعتقد كده تمام يا دكتور. طيب عند اللحظه دي بقى هتلاقوا ان الكلام اللي جاي كله تقريبا نحطه في شكل خطوات. عشان كده انا سالت حد عنده سؤال لحد كده، لان احنا كده بس عايزين ندرس السيبج اللي انتوا درستوه قبل كده، بس الابلكيشن بتاعه جوه ايرث دام. انتوا درستوا السيبج مع الويرز اللي هي الهدرات، درستوا السيبج مع الشيت باي وول اللي هي الحوائط السند. فالنهارده عايزين ندرس السيبج بس مع ايرث دام. فاذا في النهايه هو عباره عن ابلكيشن للجزء بتاع السيبج اللي انتوا درستوه مع الدكتور ايمن. تقريبا مش هنقول فيه كلام جديد الا بس اعاده ترتيب خطوات، عشان في الاخر ازاي ندرس السيبج جوه او ازاي نرسم السيبج جوه ما يسمى بالارش دام. عشان اي حد يجي لازم بيرسم ما يسمى زي ما انتوا فاكرينها اللي هي الفلونت اللي هي شبكه السريان. خلينا بسرعه جدا نعدي عليها بقى كده، واحنا بنعدي عليها هنعدي عليها جوه جسم سد. اوكي الموجود قدامكم ده كده شكل فلونت مرسومه يدوي، يعني عاملها بايدي كده. ده اللي احنا المفروض نطلعه في الاخر، ان احنا المفروض عايزين نطلع حاجه اسمها فلونت جوه ايرث دام. الفلونت كان لو انتم فاكرين كان بتتكون من مجموعتين من الخطوط، خطوط اسمها فلو لاينز اللي هي خطوط السريان اللي هي بتعبر عن اتجاه انتقال الميه ومسار انتقال الميه من نقطه للتانيه. وكان في خطوط تانيه اللي هي الحمراء دي اللي احنا كنا بنسميها الايكوي بوتنشال لاينز، اللي هي خطوط تساوي الضغط او خطوط تساوي الجهد، مش كده؟ السؤال بقى هنطلع الكلام ده ازاي؟ بس ده اللي احنا عايزين نعرفه النهارده في المحاضره بتاعتنا، ان ارسم يونت جوه ايرث دام بافتراض ان الايرث دام بتاعنا عباره عن هوموجينيوس ايرث دام، يعني سد من سويل واحده فقط ما هوش زوند. في الاخر بقى احنا لما هناخد الموضوع، طب لو هو زوند وبيتكون من اكتر من نوع من سويل هنعمل ايه؟ بس خلونا الاول نتكلم على اساسيات رسم الفلونت جوه جسم السد. هنعمل ايه؟ يعني ايه الاساسيات بتاعتنا؟
اولا ان احنا بنحتاج دايما عشان ترسم فلو نت ان انت لازم تكون راسم المساله بتاعتك تو سكيل، ما فيهاش كلام، يبقى لازم تكون المساله بتاعتي اصلا مرسومه تو سكيل. وبالتالي انا لو اديتك مساله زي كده تقدر ترسم الارث دايم ده تو سكيل، بديك العرض بتاعه من فوق والسايد سلوب قد ايه من هنا والسلوب الثاني قد ايه من هنا، تقدر ترسمه وارتفاع المقدمه المساله بتاعتك. يفضل دايما مسائل الفلونت في الارث دايم تترسم بعرض الورقه، لان السد بيطلع عرضه من تحت كبير. فلو يعني لو عندنا ورقه اي 4 بيكون مثلا ابعادها 21 في 29، يا ريت نقلب الورقه نخليها لاند سكيب، يعني نرسم في الاتجاه الطويل بتاع الورقه، لان السد اصلا بيكون من تحت طويل، فانت محتاج ترسمه بعرض كبير يعني. فمحتاجين اول حاجه نعملها ان احنا نرسم المساله بتاعتنا تو سكيل، دي اول قاعده عندنا. القاعده الثانيه ان احنا في اي مساله سيبج انت بتحتاج يكون في ديتم. الديتم دايما عندنا هناخده عند الداون ستريم ووتر ليفل، يعني منسوب الميه الاوطى. يعني مثلا في السكتش اللي موجود قدامكم ده منسوب الميه الواطي تقريبا موجود على حسب ما انا شايف موجود على قاعده السد، ماشي، فناخد الديتم هنا. في السكتش اللي فات الميه مش لازم تكون على الارض كده، ممكن الميه الاوطى الداون ستريم ووتر ليفل تكون اعلى شويه، اللي هي الميه اللي بتجيلنا قلنا في النيل ممكن يكون ليها منسوب كده، هناخد عندها الديتم. يبقى دايما الديتم مش ما بيتاخدش عند البيز بتاع السد، مش شرط ان هو عند قاعده السد، لا بيتاخد عند الداون ستريم ووتر ليفل. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا اول ايكوي بوتنشال لاين موجود على الاب ستريم سلوب، هو الخط الدوتد اللي بالازرق اللي على الشمال ده اول ايكوي بوتنشال لاين، فيرست ايكوي بوتنشال لاين، ده اول خط بيكون عليه تساوي ضغط، هو نفسه الاب ستريم سلوب. اشمعنى؟ اي نقطة على الخط ده عليها الضغط متساوي وبيساوي فرق هيد الماي. ايه فرق هيد الماي ده؟ اللي هو الدلتا اتش. ايه الدلتا اتش دي؟ اللي هو فرق الاب ستريم ووتر ليفل عن الداون ستريم ووتر ليفل، اللي هو فرق الضغط بتاع الماي، يعني منسوب الماي العالي ناقص منسوب الماي الاوطى. فعلى الاب ستريم سلوب ده بيكون دايما اي نقطة عليه ليها ووتر هيد، ليها ضغط ميه وليها الفيجن هيد، مجموعهم دايما ثابت. مش كلمة ايكو بوتنشال لاين معناها ان عليها حاجة اسمها توتال هيد متساوي، مش كده؟ انتوا خدتوا في السيبج ان كل ايكو بوتنشال لاين عليه حاجه اسمها توتال هيد متساوي، يعني عشان كده اسمه ايكوي بوتنشال. ايكوي جايه من ايكوال، فهو ايكو بوتنشال عشان عليه نفس التوتال هيد. طب هو ايه التوتال هيد اللي حتى مكتوب في السلايد قدامكم كده، اللي هو الفيرست ايكو بوتنشال لاين موجود على الاب ستريم دام فيس، عشان كده الاتش توتال عليه ثابته بتساوي اتش بي بلس اتش اي بتساوي دلتا اتش. التوتال هيد هو عباره عن مجموع الووتر بريشر هيد اللي هو ضغط الميه، والاليفيشن هيد ارتفاع النقطه عن ديتم اسمها اليفيشن، اليفيشن هيد. على لو ركزتوا كده على الاب ستريم سلوب اللي هو المعمول عليه دوتة ازرق ده، اي نقطه عليه هتلاقي عليها من فوق ضغط عليها من سطح الماء العالي، والاليفيشن بتاعها بعد النقطه عن الديتم. لو شفت كده هتلاقي المجموع الاثنين دايما ثابت عشان بيساوي الدلتا اتش اللي هو فرق هيد الماء. عشان كده هو ده اول ايكو بوتنشال لاين موجود عندنا. طيب فين اخر ايكو بوتنشال لاين موجود عندنا؟ موجود عند الداون ستريم اكزنس، عند المنسوب الميه الواطي اللي هو تقريبا عند الديتم، مش كده؟ اللي هو هيكون بما انه على منسوب ميه وبالتالي ما فيش ضغط ميه، وبما انه عند الديتم يبقى مالوش اليفيشن، يبقى اي نقطه عليها هيكون بيساوي التوتال هيد بتاعها بيساوي صفر. عشان كده اخر ايكو بوتنشال لاين بيكون دايما موجود عند الداون ستريم ووتر ليفل. طيب فين اخر فلو لاين ممكن يحصل جوه جسم السد؟ اللي هو بالظبط موجود عند القاعده بتاعه السد اللي موجوده على امبريفيوس لاير. كلمه امبريفيوس لاير وامبريفيوس سيرفيس معناها تربه غير منفذه. خلي بالكم احنا كل ده بنتكلم على اساس ان التربه اللي تحت السد غير منفذه تماما بقى، يعني حاجه غير منفذه تماما، غير بمقادير صغيره جدا اقل من جسم السد ذات نفسه، فبنعتبرها كانها امبريفيوس، زي مثلا حجر مصمت مثلا يعني. وبالتالي فاخر خط ميه، اخر فلو لاين ممكن يحصل جوه جسم السد هو اخر بوزيء ميه ممكن يمشي تحت كده على البيز بتاعه السد من عند نقطه الدخول لنقطه الخروج. ده بنسميه لاست فلو لاين. اللاست فلو لاين بيكون موجود عند قاعده السد الملاصقه لطبقه غير منفذه. طيب فين بقى اول فلو لاين؟ اهو ده بقى اللعبه كلها. اول فلو لاين ده بنسميه الفرياتيك لاين، اللي هو الخط الاحمر اللي فوق ده اللي فيه كيرف كده، فيه اللي داخل من عند نقطة منسوب الماء العالي وخارج تقريبا من عند منسوب الماء الأوطى بشكل كيرف كده، بنسميه الفيرست فلو لاين، وده اسمه الفرياتيك لاين. الفرياتيك لاين ده هو ده أهم حاجة في الموضوع كله، لأن هو ده عبارة عن أعلى وأول فلو لاين خط سرايل ممكن يحصل جوه جسم السد. لحد كده واضح؟
تمام يا دكتور. تمام. طيب الفريت لاين تقريبا هو ده خلال التلت ساعه اللي جايه دي كلها هنقعد نتكلم عن الفريت لاين ده اللي هو اول فلو لاين، لان الباقي كله معلومات ثابته ومتقريبا عارفينها، انما ازاي ننشئ الفريت لاين اللي هو عباره عن اول فلو لاين. له شويه يعني له شويه ملاحظات لازم نعرفها. الاولاني بيمثل خط سريان، اول خط سريان من عند نقطه تلامس الميه مع السد، وبيخرج من عند نقطه خروج الميه من كعب السد او من الركن الاخير من السد كده عند الداون ستريم. طيب الفراتيك لاين ده هو اعلى فلو لاين، يعني ما فيش ميه فوقيه، ما فيش ميه ناتجه عن السريان فوقيه، اوكي. وبالتالي فالفراتيك لاين ده بيقسم جسم السد الى جزئين، جزء تحتيه بيكون ساتوريتد نتيجه ان الميه ماشيه، لان ده كانه ده عباره عن امبريلا او ده الشمسيه بتاعت السيبج بتاعت الفلونت، يبقى بالتالي كل السيبج بيحصل تحتيه، يبقى ما فيش سيبج فوقيه، وبالتالي يبقى مفيش ميه من السيبج موجوده فوقيه، مفيش ميه من السيبج موجوده فوقيه، وبالتالي يبقى بيقسم جسم اي سد الى جزئين. الجزء اللي فوق الفراتيك لاين دي بتكون التربه فيه يا اما بحالتها الطبيعيه يا اما بتكون جافه مش شاربه ميه. التربه اللي تحتيه اكيد هتكون ساتوريتد من كتر السيبج اللي بعمال يحصل تحت الفراتيك لاين. اذا الفراتيك لاين ده بيقسم جسم السد الى جزئين، جزء فوقيه بيكون تقريبا بلك طبيعي بميته الطبيعيه يعني من الامطار او غيره او من الرطوبه، او بيكون جاف، الجزء اللي فوق ده بيكون جاف. اما الجزء اللي تحت الفراتيك لاين ده اكيد هيكون ساتوريتد بالميه نتيجه موضوع السيبج. طيب بالنسبه لضغط الميه، بما انه اول فراتيك لاين يعني عباره عن خط السريان العلوي ما فيش حاجه فوقيه، يبقى اي نقطه عليه هيد الميه عليه الووتر بريشر هيد عليه بيساوي كام؟ هيساوي صفر، لان ما فيش حاجه فوقيه تعمل ضغط ميه، صح؟ يبقى ما يميز الفراتيك لاين ان الووتر بريشر هيد عليه اللي هو الاتش بي اللي هو الاتش بي ده هيكون بيساوي زيرو، وبالتالي يبقى اي نقطه عليه التوتال هيد بتاعها هيكون هو نفسه، لان التوتال هيد عباره عن مجموع حاجتين، ووتر بريشر هيد اللي هي الاتش بي والاليفيشن هيد اللي هي الاتش اي. لما يكون عندي خط الاتش بي اللي هي الووتر بريشر هيد بيساوي صفر دايما عليه، يبقى اي نقطه على الفراتيك لاين ده التوتال هيد بتاعها هيكون هو نفسه الاليفيشن هيد، يعني هيكون هو نفسه بعد النقطه عن الديتم اللي هي بالنسبه لنا موجوده عن البيتم ده موجود عند الداون ستريم. دي كده ملحوظه مش كده؟ طيب اي نقطه فوق الفراتيك لاين يبقى ضغط الميه عليها بيساوي كام؟ صفر، لان اوريدي ما فيش فوقيها ميه، ما احنا اتفقنا ان هو فوقيه ما فيش ميه وما فيش ضغط ميه، تحتيه التربه ساتوريتد وفي ضغط ميه، عنده هو بالظبط الضغط الميه بيساوي زيرو، لان التوتال هيد هو عباره عن نفسه الاليفيشن هيد. السؤال بقى هنرسمه ازاي الفرياتيك لاين ده؟ ده بقى نرسمه ازاي؟ انتوا كنتوا بتتعلموا ازاي ترسموا الفلو نت، كل حاجه كنتوا بتعملوها يدوي، يعني كنتوا بتعملوا فلو لاين كده يدوي والايكو بوتنشال لاين يدوي، كل حاجه بشكل استيميشن كده، وكان بيحكمكم شويه قواعد في رسم الفلو لاينز والايكو بوتنشال لاينز. احنا عندنا هنعمل نفس الكلام، يعني عشان نطلع الفلو نت جوه جسم السد جوه القرش دام هنعمل نفس الكلام، فيما عدا اول خط ده اللي هو الفرياتيك لاين ده هيترسم بقواعد معينه. الفراتيك لاين اللي هو اول فلو لاين اللي كنا لسه بنتكلم عليه من شويه ده، عشان نعرف نرسمه لازم نعرف اصلا هو عباره عن ايه. هو ماثيماتيكال احنا بنعتبر اكنه عباره عن بيزك بارابولا. يعني ايه بيزك بارابولا كيرف؟ يعني اكنه منحنى المقذوفات كده. بيزك بارابولا يعني عباره عن جزء من كيرف بيتعرف بانه عباره عن زي محل هندسي كده، مجموعه نقط بتبعد عن نقطه ثابته اسمها فوكس نفس بعدها عن خط ثابت اسمه الدايركتريكس اللي هو الدليل. افكركم تاني مش عارف كنتوا خدتوها في الماثيماتكس دي زمان، ان البيزك بارابولا عشان تعرف ترسمه انت محتاج حاجتين، محتاج نقطه ثابته اسمها فوكس ومحتاج دايركتريكس اللي هو الدليل بتاعه، اوكي. طيب لو عرفت النقطه الثابته فين ولو عرفت البتاع اللي اسمه الدليل ده فين، إز ايه بقى البيزك بارابولا عباره عن ايه؟ يعني ده عباره عن منحنى بيجمع كل النقط اللي كل نقطه فيهم بتبعد عن الفوكس نفس بعدها عن الدليل. يبقى انا عشان ارسم الفراتيك لاين بتاعي اللي هو اول فلو لاين انا هعتبر ان هو عباره عن، احنا بنعتبر ان هو عباره عن بيزك بروبلم عشان يترسم الفراتيك لاين ده اللي هو اول فلو لاين. الكلام ده هنعمله الاول فلو لاين بس، اوكي، اللي هو الفراتيك لاين. عشان نرسمه محتاجين نعرف نقطه اسمها الفوكس ومحتاجين نعرف خط اسمه الدايركتكس اللي هو الدليل.
لو عرفنا ان الحاجتين دول موجودين فين، محتاجين ندور على شويه نقط بتبعد عن الفوكس، كل نقطه فيهم يعني بتبعد عن الفوكس نفس بعدها عن الدليل. تعالوا نشوف الكلام ده هنعمله ازاي. انا مصمم ان يعني ايه ان لازم تشوفوا الحاجات دي وهي مرسومه يدوي، وهي اكني زيكم كده، لو انا هعملها يدوي هنعملها شكلها عامله ازاي. دي كده رسمه ايرث دام انها مساله، وده كده المفروض انه مرسوم تو سكيل. عايزين نبتدي بقى او نعرف ازاي هنرسم الفراتيك لاين اللي هو اول خط سريان. اولا لازم نرسم المساله بتاعتنا تو سكيل، دي اول حاجه. طيب الخطوات بقى هنبتدي نعمل ايه؟ بصوا بقى نصحصح مع بعض عشان انا كمان الماوس اللي انا بشاور بيه من عندي واضح انه مش ظاهر عندكم، فاحنا هنمشي بالنقط. اوكي نصحصح بقى مع بعض كده. هنرسم المساله بتاعتنا تو سكيل، هنبص ناحيه الشمال كده اللي هي الناحيه اللي فيها الميه دي، كده الناحيه اللي فيها الميه العاليه. الناحيه اللي ناحيه اليمين دي فيها المنسوب الميه الاوطى اللي احنا حاطين عنده الداتا عند منسوب الميه الواطي. اوكي عشان نعرف نرسم الفرياتيك لاين محتاجين حاجتين، محتاجين الدليل ومحتاجين الفوكس. مبدئيا كده الفوكس هي نقطه، الفوكس بتاع الفرياتيك لاين هي نقطه هتكون محفوظه على حسب حاله السد، يعني على حسب الحاله بتاعه الارث دام هتبقى انت اوريدي داخل عارف الفوكس المفروض تكون موجوده فين. اوكي فمثلا دام زي اللي موجود عندنا كده الفوكس بتاعته هي نقطه الكورنر اللي انتوا شايفينها اللي هي اخر ركن في الداون ستريم اللي هي معمول عليها اف، اللي هي رمزها اف اللي هي واخده تايتل اف، هي دي نقطه الفوكس. يبقى دايما في السدود الفوكس طول ما هو السد هوموجينيوس بالمنظر ده كده الفوكس موجوده عند الركن الاخير بتاعه ناحيه الداون ستريم. هو الفوكس دي مكانه ممكن يتغير؟ اه ممكن يتغير على حسب ايه؟ على حسب هو السد ده لو فيه كور، لو فيه رمل وزلط، لو فيه كذا، على حسب حاله السد. انما السد اللي قدامنا ده هوموجينيوس ايرث دام بيكون دايما الفوكس موجوده عند الركن الاخير بتاعه ناحيه، ادي كده الفوكس عرفنا هي فين، اللي هي نقطه اف اللي موجوده قدامكم في السكتش ده. طيب تعالوا نروح بقى نشوف هنجيب الدليل ازاي، يعني الدليل بتاع الفلاتيك لاين ده بنعرفه موجود فين. بصوا بقى هنيجي عند نقطه A. A دي اللي هي الركن الثاني من السد اللي ناحيه الابستريم اللي مكتوب عليها A دي. النقطه دي هنرسم منها خط راسي لحد ما يقطع منسوب الميه العالي في نقطه اسمها K، يعني AK دي من A انا هطلع بشكل راسي لحد ما اقطع منسوب الميه العالي في نقطه اسمها K. اوكي في نقطه اسمها ام، ام دي هي عباره عن تلامس منسوب الميه العالي مع جسم السد. اعتقد تكونوا شايفين نقطه ام، ام دي تلامس منسوب الميه العالي مع جسم السد، واحنا لسه من شويه جايبين نقطه اسمها كي. هقيس المسافه ام كي، انا هقيس المسافه اسمها ام كي وهم واخد منها 0.3، يعني خلينا ننقل على السلايد اللي بعد كده عشان تشوفوا اللي انا بقوله. اوكي هي نفس الرسمه الموجوده بس انا نقلت السلايد اللي بعد كده، بس هي نفس الرسمه الموجوده. يبقى احنا عند نقطه الركن السفلي الثاني بتاع السد اللي هي اسمها اي دي هطلع بخط راسي لفوق لحد ما اطلع منسوب الميه العالي في نقطه اسمها كي، واوريدي عند نقطه اسمها ام، ام دي اللي هي تلامس منسوب الميه مع جسم السد. هقيس المسافه ام كي واقوم واخد منها مسافه 0.3 ام كي فيطلع لي نقطه اسمها اي اللي هي اللي عليها دايره كده اي دي، بحيث ان ام اي بتساوي 0.3 ام كي. الكلام ده كله بالمسطره بالسكيل، ما انا قايس بالسنتيمتر يعني، فنطلع نقطه اسمها اي بحيث ان ام اي بتساوي 0.3 ام كي. طب وبعدين هنجيب بقى البرجل بتاع زمان، معلش هنرجعكم تاني بقى لايام البرجل، يا رب تكونوا لسه فاكرين يعني ايه برجل. فهنجيب بقى البرجل بتاع زمان وهنقف بالبرجل بتاعنا في نقطه اي ونبدا نفتح البرجل لحد اف، انا هقف في اي وافتح اف. على فكره الكلام اللي بقوله ده هو نفس المتلوب، هي الخطوات دي مكتوب انا كاتبها لكم. يبقى هنقف بالبرجل في اي ونفتح لحد الفوكس اف ونرسم قوس لحد ما القوس ده يقطع امتداد كي ام اللي هو منسوب الميه العالي. اوكي اللي هو الدوت اللي انا ماشي بيه ده افق كده، منسوب الميه العالي اكني مشيت بيه افق كده، يقطع القوس بتاعي في نقطه اسمها ال. كده انا واقف عند نقطه اي. هي ايه اي دي بقى اللي احنا جبناها؟ اي دي هي اول نقطه على الفرياتيك لاين. اي اللي هي عباره عن 0.3 الام كي دي، اي هي نقطه على الفرياتيك لاين. اوكي انا وقفت بالبرجل عند اي وفتحت لحد الفوكس ورحت قاطع القوس بتاعي امتداد اللي هو المنسوب الميه العالي في نقطه اسمها ال، يبقى اي ال بتساوي اي اف مش كده؟ اي ال بالبرجل بتساوي اي اف، يبقى ال دي عندها مين؟ عندها الدليل، لان كده معناها ان نقطه اي بتبعد عن ال نفس بعد اي عن اف، وبما ان اي هي نقطه على الفراتيك لاين بتاعنا اول نقطه يبقى ال عندها الدليل.
يبقى هاجي من عند نقطة ال دي واقوم عامل خط رأسي كده اللي هو المحور الرأسي او الدايركشن الرأسي اللي انا عامله ده، ده كده يبقى الدليل بتاعنا. يبقى احنا كده عرفنا الفوكس مكانها محفوظ، جبنا الدليل اللي هو الخط الرأسي اللي عند ال ده، ومعانا نقطة اسمها اي، دي اول نقطة على الفرياتيك لاين. اوكي طيب، الخطوات اللي انا عمال اقولها دي هي نفسها المكتوبة لحد كده. في حاجة مش واضحة؟ يا شباب هي ال ال زي عندي الفل. هي الدليل يا دكتور؟ ال ال كده عندها الدليل، هنشد منها خط رأسي بقى. يعني مجرد ما جبت ال ال اعمل بقى خط رأسي كده اسمه الدليل. وبعد كده قول هنكمل يعني لسه يعني انا كده جبت الدليل بس لسه ما رسمناش حاجه، انا خلصت. تمام. طيب وبعدين الخطوه اللي بعد كده فرياتيك لاين، كده احنا معانا فوكس ومعانا الدليل اللي هو عند ال دي، ومعانا اول نقطه اسمها اي اللي هي اول على هنعمل المسافه ما بين ال واي، هقيس المسافه ما بين ال واي، ال دي اللي عندها الدليل واي دي اول نقطه على الفرياتيك لاين، هقيس المسافه اللي بينهم، تطلع مثلا 10 سم، تطلع 12 سم، 12.8، تطلع زي ما تطلع، واقوم مقسم المسافه دي تقريبا ب 8 خطوط، وعايز تعملهم على مسافات متساويه ماشي، مش عايز تعملهم على مسافات متساويه مش مشكله، بس تعال نفترض ان انا من ال لاي هقيس المسافه كام واقسمهم مثلا 10 اجزاء مثلا يعني. اوكي، وكل جزء هو عامل خط راس كده اللي هو 1 2 3 4 5 اللي انا عملتهم دول كده، تقريبا دول 9 اجزاء متقسمين ب 8 خطوط اللي هي 9 اجزاء من ال لاي، انا قسمتها تقريبا 9 اجزاء معموله ب 8 خطوط اهي 1 2 3 4 اند سو اون. يبقى انا قست المسافه من ال، المسافه الافقيه من ال لاي، تطلع زي ما تطلع على الكالكوليتر هقسمها مثلا على 10 على 9 على 8 في الحدود دي، بنقسمها في حدود من 8 ل 10 اجزاء، قول 9 حاجه في النص، هقسمهم ازاي 10 اجزاء؟ بخطوط راسيه خفيفه، هبدا اعمل خط راس خفيف، الرسمه لسه فيها كلام تاني هيتعمل، فنخلي الخطوات دي كلها حاجات خفيفه كده عشان الرسمه ما تبقاش زحمه يعني. خطوط راسيه خفيفه 1 2 3 4 5 6 7 8 اللي موجودين قدامكم دول، كل خط من دول انا بفترض ان عليه نقطه على الفيراتيك لاين انا بدور عليه. اجيب النقطه دي ازاي؟ هي اي نقطه على الفيراتيك لاين المفروض تحقق ايه؟ انها تبعد عن الفوكس نفس ما عن الدليل. يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هقوم واقف بالبرجل بتاعي في نقطه ال، وهقوم فاتح لحد خط رقم واحد، مش كده لحد نقطه رقم واحد دي، وهقوم شايل البرجل بنفس فتحته ما غيرهاش، واقوم واقف في اف اللي هي الفوكس واقطع الخط رقم واحد. يبقى انا كده جبت على الخط رقم واحد نقطه بتبعد عن الفوكس نفس بعدها عن الدليل. هعيد تاني، هرجع بعد كده اقف بالبرجل عند ال برضو عند نقطه ال، واقوم فاتح البرجل لحد الخط بتاع نقطه رقم 2، النقطه رقم 2، واقوم شايل البرجل بنفس الفتحه، واقوم واقف عند الفوكس واقطع الخط الراسي اللي بيمر ب 2، نقطه التقاطع الشرطه اللي انا عملتها دي بتبعد عن الفوكس نفس بعدها عن الدليل لان الدليل عند ال. بعد كده هقف عند ال برضو وافتح لحد 3 وهكذا، واشيل البرجل واقف بالفوكس واقطع الخط اللي بيمر ب 3، هجيب مجموعه شرط كده كل شرطه من دول بتبعد عن الفوكس نفس بعدها عن الدليل. يبقى الشرط دي على مين؟ على الفرياتيك لاين. يبقى اعمل بينهم ايه الشرط دي؟ هوصل بينهم احصل على الفرياتيك لاين. اوله بقى الفرياتيك لاين ده اول نقطه عليه تحت هتكون فين؟ هتكون عند الفوكس ذات نفسها؟ اكيد لا، اكيد لا. امال هتكون فين اول نقطه تحت؟ هتكون عند اسمها او، النقطه اللي اسمها او دي، او دي اكيد هي نص موجوده في النص بين الفوكس وبين الدليل، مش كده؟ اكيد او دي موجوده في النص بين الفوكس وبين الدليل. او مرورا بكل الشرط اللي موجوده عندنا دي، اوكي اوصل لحد اي، يبقى انا كده عملت الفرياتيك لاين بتاعي. تمام، ها حد عنده سؤال لحد كده؟ تمام يا دكتور. ماشي، اهو بصوا كده ادينا اهو، رحت موصل انا بايديا كده من اول اي لحد او لتحت. مين او دي؟ اللي واقع في النص بين اف
وبين الدليل، ووصلتها بقى مع الشرط اللي انا جبتها بتاعتنا بالمنظر ده كده. اوكي، لو الرسمه دي موجوده على رسمه السد بقى بتاعتنا زي ما احنا عاملين كده. انت خلي بالك ما بتعملش الكلام ده بره، احنا الكلام ده كله بنعمله على رسمه السد زي ما هي، انا بس عملتها لكم بره كده عشان تبقى واضحه، انما احنا شغلنا كله على نفس الرسمه بتاعه الارث دام اللي احنا اصلا بادين راسمين عليها، فيطلع شكل الفراتيك لاين جوه الارث دام حاجه بالمنظر اللي شايفين قدامنا كده. المفروض ان ده الفراتيك لاين اللي هو عباره عن اول خط سريان داخل من عنه اي خارج بره كده وبين الدليل. اي سد عند الداون ستريم بقى عند الحته اليمين دي الداون ستريم هتلاقوه قاطع السد في نقطه او كده. الفراتيك لاين بشكل البيزك فراتيك لاين زي ما احنا كده ايه رسمناه بالخطوات بتاعتنا. بس حقيقه الفراتيك لاين ده المرسوم قدامنا ده كده في خطأين لازم نعمل لهم تصحيح، حاجه اسمها كوركشنز. احنا كده رسمناه بالقواعد الاساسيه بتاعته وهي تمام بالنسبه لنا، بس بعد ما نرسمه بالقواعد الاساسيه بيكون في تو كوركشنز، اتنين كوركشنز لازم نعملهم للفراتيك لاين. اتنين كوركشنز معناه ان في ايه، ان في حاجه هو اترسم بقواعد ماثيماتكس يعني قواعد رياضيه، انما احنا عايزين نحوله في الاخر لخط فلو لاين جوه سويل، يعني برضو عايزين نوفق الماثيماتكس مع السويل ميكانكس. ايه الخطأين الموجودين فيها وايه الحاجتين الحاجه الغريبه الحاجتين اللي هم مش بالنسبه لنا مش لوجيك في الفرياتيك لاين ده عشان يبقى اسمه فلو لاين؟ اولا هل من المعقول ان اول خط سريان اول ما الميه تحب تخش جوه اسم السد تخش من على نقطه اي اللي هي اللي موجوده جوه البحر كده او جوه النيل؟ مش المفروض اللوجيك انها تخش من عند اول نقطه تلامس اللي هي كان اسمها ام تقريبا حاجه زي كده مش كده؟ فبالتالي ده كده اول حاجه بالنسبه لنا غريبه، يعني هل الميه لما تيجي تخش السد تخش من ورا كده؟ طب ما تخش من ساعه ما بتلمس السد يعني من عند نقطه تلامس السطح الميه العالي مع جسم السد. ده كده كوركشن احنا عايزين نعمله، دي كده حاجه غريبه عايزين نرجعها لحقيقتها يعني للاصل بتاعها. تاني حاجه غريبه، هل من الطبيعي ان احنا نعمل السد عشان الاقي اول خط سريان ناحيه الداون ستريم بقى يقوم خارم السد في نقطه كده وطاير بره كده وقع من فوق؟ يعني مثلا لو واحد بيعوم في مجرى النيل يلاقي فيه الميه خارمه جسم السد وطايره من فوقيه كده، يعني هل الخروج بتاع فراتيك لاين من جسم السد هل كده شكله طبيعي يبقى كانه قاطع جسم السد وطاير لبره كده؟ اكيد برضو الاوتليت اللي هو الخروج فيه حاجه مش طبيعيه عايزين نصلحها، والانلت الدخول فيه حاجه مش طبيعيه عايزين نصلحها. هي دي اللي احنا بنسميها كوركشنز، فاحنا عايزين نعمل تو كوركشنز. اوكي، الكوركشن الاولاني عند الانلت عند الدخول ان مش من الطبيعي ان الميه تخش من عند نقطه اي، الطبيعي ان الميه تخش من عند نقطه ام. فاحنا هنعمل ايه بعد ما نرسم الفرياتيك لاين؟ بعد ما نرسمه ونخلصه هنقوم عاملين بقى الكوركشن ده كده، هنقوم جايين من عند نقطه ام اللي هي تلامس سطح الميه العالي مع جسم السد، ونقوم عاملين حته كده بيربنديكولر الكيرف بيربنديكولر خفيف، وبعد كده نلحمه في الفرياتيك لاين. بس ادي اللي انا عملته، عملت حاجه كده بربنديكولر بسيطه قوي، وبعد كده رحت ايه؟ رحت مكمل تانجنت مع الفراتيك لاين الاصلي بتاعي. يعني الفراتيك لاين الاصلي بتاعي مرسوم اهو، وجزء منه دوتت مكمل ناحيه اي. انا همسح الحته اللي مكمله ناحيه اي دي، وهدخل الميه من عند نقطه ام بشكل كده بربنديكولر كيرف بسيط كده، وبعد كده يرجع تانجنت تاني يلحم في الفراتيك لاين الرياضي الماتيماتكس اللي انت رسمته اصلا من شويه. طب ليه عملت بربنديكولر؟ ليه عملت بربنديكولر؟ لان احنا اتفقنا ان الابستريم سلوب اللي هو السطح الميل بتاع السد عليه ايه؟ عليه اول ايكو بوتنشال لاين. واحنا دلوقتي بنرسم ايه؟ وايه العلاقه بين الفلو لاينز والايكو بوتنشال لاينز لما بيتقاطعوا مع بعض او بيلمسوا بعض؟ بيكون على التعامد مش كده؟ وبالتالي فانا عشان كده رسمت كيرف عمودي، لان السطح اللي هو الابستريم سلوب الميل اللي هو اللي عليه نقطه ام ده، الميل ده عليه اول ايكو بوتنشال لاين، وبالتالي انا عايز اخرج من نقطه ام فلو لاين اللي هو الفرياتيك لاين، يبقى لازم يخرج عمودي. عشان كده عملت كيرف عمودي خفيف كده من نقطه ام خفيف قوي، وبعد كده رحت لاحم في الفرياتيك لاين الماثيماتيكال اللي انا رسمته من شويه كده. يبقى انا صححت الوضع بتاع المدخل ان الميه لوجيك انها تخش مع نقطه ام مش مع نقطه اي، وبالتالي يبقى كده اصبحت بدايه الفرياتيك لاين بتاعي اللي جوه السد بقى بدايه من نقطه ام مش اي، بدايه من نقطه ام مش اي. ان امال ايه الاي دي؟ دي كانت خطوات رسمه من وجهه نظر الخطوات الرياضيه اللي هي الماثيماتكس معايا كده. ده كده الكوركشن اللي عند المدخل.
قبل ما اروح للكوريكشن عند الاوتليت. لحد كده واضح؟ عشان احنا بنتكلم في خطوات جرافيكال، فانا عشان كده كل شويه بسالكم معلش. واضح؟ ايوه واضح تمام يا دكتور. ايوه واضح تمام يا دكتور. اوكي. نخش على السلايد اللي بعد كده. الكوماند الاوتليت ده بقى فيه كلام، يعني اولا نعيد تاني، هو ايه الوضع اللي مش لطيف اللي عند الاوتليت بالنسبه لنا؟ يعني ان المنحنى الرياضي اللي احنا رسمناه طلع قاطع جسم السد في نقطه اسمها جي زي ما انتم شايفين كده عند الداون ستريم. صوت فصل عندي ولا؟ أعتقد الصوت فصل عن الدكتور نفسه. وانت سيء أصلا عنده. دكتور حضرتك سامعنا؟
طيب كده الصوت والصورة واضحين؟ هو الصوت بيقطع شوية بس تمام. طيب خليني بس عشان انا اسمع واحد بس، يعني عبد الرحمن الصوت ده واضح بالنسبه لك يعني بالك انت؟ الصوت بيقطع برضه عندنا كله. طب كده الصوت واضح شويه؟ هو بيقطع بس تمام يا دكتور. تمام واضح. طب الصورة واضحة؟ حضرتك دلوقتي بتقلب في السلايدز، في سلايد 17 حاليا. تمام. ماشي انا برجع تاني بس للسلايد الاخيره قبل ما التيمز يفصل عندي، لان انا التيمز عندي تقريبا بيفصل كل تقريبا ساعه، مش عارف هو كان بيعمل برضو ولا ايه. واحنا كنا واقفين ان احنا بنشوف بقى الداون ستريم هنعمل ازاي موديفاي الغلطه اللي عندنا، يعني اللي هي ان الميه خارجه من نص السد. تمام. طيب احنا كنا واقفين هنا صح؟ يا دكتور احنا كنا واقفين هنا يا جماعة مش كده؟ قلنا اللي احنا عندنا العيب ده بس لسه ما قلناش هنصلحه ازاي. طيب اوكي ماشي. احنا كده بنتكلم على الديفول اللي موجود هنا في الفرياتيك لاين عند الخروج، ان هو مش من اللوجيك ان هو يقطع جسم الزلت بالنقطه اللي احنا شايفينها قدامنا جي، النقطه جي دي اللي احنا جبناها من الرسم الماثيماتيكال للفرياتيك لاين، وبالتالي مش طبيعي لو ده خط سريان انه يبقى قاطع جسم سد ويبقى طاير براه كده، مش ممكن. امال ايه الطبيعي؟ الطبيعي ان المفروض الميه، احنا عاملين السد عشان كده ان الميه كلها تخرج تقريبا من الركن الاخير في السد، يعني جنب نقطه الفوكس كده مش كده، وبالتالي الاقي ان الميه كلها محصوره في الركن السفلي للسد تحاول تخرج من المنطقه دي. اكيد الميه دي كلها مش هتخرج من نقطه واحده عشان برضو يبقى الموضوع واضح. انا مش قصدي ان الميه تخرج كلها من عند اف، يعني مش من الطبيعي ان الميه تخرج من عند اف، لان خلي بالكوا احنا من الكليه بنتكلم على اول فلو لاين، ده الفرياتيك لاين ده اول فلو لاين، معنى كده ان في فلو لاينز ثانيه وفي كميه ميه ثانيه خارجه من تحتيه، مش معقول كلهم هيخرجوا من نقطه صح، انما هم كلهم بيخرجوا من زون. الزون ده قصدي بيه عند الركن السفلي اللي تحت فيه السد اللي هو قرب منطقه الفوكس، انما مش معقول ان يبقى في خط سريان يقطع السد كده جي في نقطه جي ويبقى طاير بره جسم السد كده. ده بقى اللي احنا عايزين نصلحه، ان احنا عايزين نرجع الفرياتيك لاين ده وهو خارج، يبقى خارج من حاجه اسمها ويتد زون او ويتد اريا، ان هو يبقى خارج من نقطه اسمها اي اوكي مش جي، النقطه اللي اسمها اي دي. اي دي وهنجيبها ازاي؟ نجيبها ازاي؟ ده بقى الاوتليت كوركشن ده اللي احنا عايزين نعمله. طيب هنعمل الكوركشن ده ازاي؟ الكوركشن بتاع الاوتليت بيتعمل باحد طريقتين، يا اما باستخدام تشارت اللي انتم شايفينها قدامكم دي، يا اما باستخدام جرافيكال سوليوشن استكمالا للجرافيكال اللي احنا شغالين بيه، يا اما هستخدم تشارت يا اما هعمل شويه خطوات جرافيكال. طيب امتى اعمل امتى استخدم التشارت وامتى استخدم الخطوات الجرافيكال؟ استخدم التشارت دي لو الزاويه الفا اكبر من 30 درجه. ايه الالفا دي؟ اللي هي الزاويه اللي هي زاويه ميل الداون ستريم سلوب، زاويه ميل الداون ستريم سلوب، زاويه ميل السايد سلوب بتاع السد، الميل النهائي بتاع السد، اشوف زاويه ميله على الافق كام. لو اكتر من 30 درجه استخدم التشارت دي.
التشارت دي لو محتاجينها طيب ايه التشارت دي هنعمل ايه؟ التشارت دي سهله جدا. التشارت دي فيها جراف واحد كده هنخش بيه من المحور الافقي. المحور الافقي ده عباره عن الزاويه الفا. فسي مثلا لو الالفا بتاعتي مثلا ب 60 درجه هقوم داخل بالزاويه الفا اقطع المنحنى الموجود قدامي ده هنطلع ريشيو. المحور الراسي اللي موجود في التشارت دي هي عباره عن ريشيو. الريشيو دي هي المسافه جي اي على جي اف. المسافه جي اي على جي اف اللي هي الجي اي اللي هي النقطه الغلط اللي احنا مش عاجبانا في الفرياتيك لاين. الاي هي النقطه الصح اللي احنا عايزينها. الاف هي الفوكس. يبقى المسافه جي اي على جي اف. طيب انا عندي مين يعني لو انا جبت الريشيو دي طلعت مثلا 0.3 طيب انا عندي مين من المسافتين دول؟ انا عندي جي والاف مش كده؟ اقدر اقيس جي اف دي بالمسطره بتاعتي ما انا راسم تو سكيل. فاقدر اقيس النقطه الغلط جي لحد الفوكس اف اشوف المسافه دي كام اضربها في الريشيو اللي انا طلعتها من التشارت دي اجيب المسافه اللي اسمها جي اي. ارجع احط المثلث بتاعي عن جي واقيس جي اي اطلع نقطه اي دي موجوده فين. يبقى انا اقدر اجيب النقطه اي بحيث ان جي اي على جي اف بتساوي الريشيو اللي انا جبتها من التشارت دي. طيب يبقى انا كده جبت النقطه اللي اسمها اي. اعمل ايه بقى يعني بعد ما جبت النقطه اللي اسمها دي اعمل ايه بقى؟ افترض ان اي دي هي نقطه خروج الميه من السد. نقطه خروج الميه من السد واقوم راسم منها سموث كيرف. سموث كيرف لحد ملحم في الفرياتيك لاين اللي هو الماثيماتيك. يبقى انا كل اللي عملته يبقى الميه كده بتخرج من على نقطه اي. طب هي فين بتخرج من على نقطه اي؟ بتكمل ازاي يعني؟ وكانها بتخرج من على اي ستريت لحد اف. وكان الميه بتخرج من على اي وتفضل ماشيه. الميه لو خرجت من اقربها لكم شويه من على الميل ده من على الميل بتاع جسم السد من عند نقطه اي مش من الطبيعي انها تبقى ماشيه زي المخزوفه كده تبقى طايره بره. امال تعمل ايه؟ هتبقى ماشيه اكنها ايه ماشيه سموث كده على جسم السد اكنك عندك ميه نازله على ميل زي ميه السلم مثلا. وبالتالي لو الميه خرجت من عند نقطه اي وكانها ماشيه سموث على ميل وصولا الى النقطه اف بقى اللي هي الفوكس. وبالتالي انا بعمل الكلام ده كله عشان اطلع النقطه اللي اسمها اي دي اللي هي الميه تخرج منها بشكل اسمه على السلوب بتاع السد من اي لاف. طيب اعمل الكوركشن ازاي بعد ما جبت اي؟ هقوم راسم من على نقطه اي سموث كيرف كده لحد ما ابتدي الحم في الفرياتيك لاين الاصلي اللي كان ماتيماتيكال اللي كان موجود معايا. فانا كده عملت الكوركشن اللي موجود عند الاوتلت. طيب ده ان كيس لو كانت الزاويه الفا اكبر من 30 درجه. طب لو كانت اقل من 30 درجه هنعمل جرافيكال كوركشن. الجرافيكال كوركشن ده الدوشه اللي موجوده قدامكم دي هدفها برده نفس الهدف ان انا ادور على النقطه اللي اسمها اي اللي هي النقطه اللوجيك اللي المايه المفروض تخرج منها. تمام؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ بصوا بقى خليكم كده معايا هنمشي شويه خطوات كده مع بعض. اول حاجه هنعملها ان احنا الداون ستريم سلوب اللي هو السلوب اللي على اللي عليه الفوكس هنمده على استقامته كده لفوق. يعني هنيجي من اللي هي من اف اكنه طاير دوتد كده لحد في نقطه اسمها تي كده ان ما احنا لسه مش عارفين تي دي فين. انا هاجي على الداون ستريم سلوب اللي هي من اف واقوم مادد السلوب بتاعي لفوق كده السلوب بتاع السد همده لفوق. وبعد كده هنيجي من نقطه اي فاكرين اي اللي هي كانت النقطه الدخول الغلط بتاعت الميه. يبقى الخطوه الاولانيه لفوق والخطوه الثانيه لفوق الاثنين لفوق دول هيتقاطعوا مع بعض في النقطه اللي اسمها تي. شايفينها النقطه اللي اسمها تي. ثاني انا هاجي الداون ستريم سلوب اللي هو الميل النهائي بتاع السد اللي ناحيه الميه القليله همده على استقامته فوق كده. وبعد كده هاجي من نقطه اي وارسم خط راسي طالع لفوق الاثنين هيقطعوا بعض في نقطه اسمها تي. اوكي الاثنين هيقطعوا بعض في نقطه اسمها تي. حلو جدا. هقوم قايس المسافه تي اف من تي للفوكس ونصصها يعني احط نقطه في نص المسافه دي ما بين تي وما بين اف. نقطه النص دي اللي هي اسمها كيو. نقطه النص دي اسمها كيو. في نقطه كده هتلاقوها كده اسمها كيو موجوده على الداون ستريم سلوب اسمها كيو. طيب وبعدين من كيو دي هقوم فاتح البرجل بتاعي وراسم نص دايره بين تي واف. يبقى هنقول كمان احنا جبنا تي اوكي ومعانا اف اللي هي الفوكس اللي تحت دي من تي لاف حط لنا نقطه في النص المسافه ما بين تي واف. اوكي هفتح البرجل بتاعي وهقف عند نص المسافه دي اللي اسمها نقطه التنصيف دي هسميها كيو واقوم راسم نص دايره ما بين تي واف. هرسم نص دايره ما بين تي وما بين اف. طيب اللي هي النص الدايره اللي هي خطوه رقم 2 اللي موجوده قدامكم دي. تمام كده؟
طيب وبعدين بعد كده هنبدأ نمد خط المية، خط المية العالي اللي هو اي ام اللي عليه اي وام، هنمده على استقامته لحد ما يقطع الداون ستريم سلوب في نقطة اسمها زي. شايفين نقطة زي اللي تحت كيو على طول كده. تاني خط المية اي ام، خط منسوب المية العالي، هنمده على استقامته ناحية اليمين كده يروح يقطع الداون ستريم سلوب في نقطة اسمها زي. لحد كده في مشكلة؟ طيب وبعدين عايزين بقى نبدأ نرسم القوس اللي اسمه زد واي. هنبدأ ناخد البرجل بتاعنا ونفتح البرجل ونقف في اف، هنركز بالبرجل في اف ونفتح لحد زي ونرسم قوس اللي هو الخطوة رقم 4. تاني انا جبت زي هاف بالبرجل في اف وافتح لحد زي واقوم راسم قوس يقطع نص الدايرة اللي احنا كنا عاملينها من شوية في نقطة اسمها واي. عشان كده احنا مرقمين لكم الخطوات اللي احنا عاملينها على جرافيكال كده. يبقى بقف بالبرجل في اف افتح لزي ارسم قوس يقطع نص الدايرة في واي. اوكي وبعد كده هاخد البرجل بتاعي واروح اقف في تي، نقطة تي اللي هي اللي فوق دي، واقوم فاتح لحد البرجل بتاعي هفتحه لحد واي. اوكي هفتح البرجل لحد واي واقوم واخد راسم قوس من واي اقطع الداون ستريم في نقطة اي. اوكي هي دي نقطة اي اللي احنا بندور عليها. شايفين اللفة الجميلة دي كلها عشان نطلع النقطة اللي اسمها اي اللي احنا بندور عليها. طيب لقيت النقطة اي اعمل ايه؟ نعمل نفس اللي عملناه من شوية بقى، ان احنا هنبدأ ناخد الفرياتك لاين بتاعنا من نقطة اي نرسمه كده سموث لحد ما يلحم الفرياتك لاين الماثيماتكس، ونلغي الـ 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 الجزء اللي كان طاير بره السد من النقطة اللي اسمها جي دي. اوكي الجرافيكال سوليوشن، حاضر يا مصطفى، الجرافيكال سوليوشن اللي احنا عملناه قدام ده عشان جاست نلاقي نقطة اي وبعد كده نصلح بنفس الطريقة. اوكي طيب اعيد تاني، قول يا شمس بصراحه. ممكن بس حضرتك تعيد من بعد ما جبنا نقطه زد؟ طب انا هعيد الموضوع كله من اول. تمام هعيد الخطوه دي كلها من الاول تاني. احنا كده الاعاده برضو هتصحصحكم شويه، احنا تقريبا انتوا كده اتعودتوا على النقط شويه اللي احنا عاملينها، وكل خطوه انا بقولها خطوه رقم واحد خطوه رقم اتنين هي اللي مترقمه في دايره كده موجوده قدامكم. يعني خطوة رقم 2 على النص دايرة، خطوة رقم 4 القوس من زد الواي، خطوة رقم 5 من واي لإي وهكذا. تعال نبتدي من الأول خالص، هنمسك الداون ستريم سلوب من اللي هو اللي عليه الفوكس ده، أوكي؟ وهنمده على استقامته لفوق كده، تمام؟ وبعد كده نقطة أي اللي هي النقطة الغلط بتاعت الدخول، هنعمل منها خط رأسي لفوق برضه. الاتنين شعاع لفوق دول هيتقاطعوا مع بعض في نقطة اسمها تي. أوكي؟ هنيجي نقيس المسافة من تي للفوكس اف. نقيسها بتساوي كام؟ بالمسطرة بتاعتنا تطلع مثلا 9 سنتي وشوية 10 سنتي وشوية، نقوم واخدين النص بتاعها ننصفها. يعني نقطة تنصيف اسمها كيو، نقطة تنصيف اسمها كيو. هنقف في نقطة الميدل دي التنصيف ونبدأ نرسم نص دايرة ما بين تي واف، نص دايرة ما بين تي واف. دي خطوة رقم 2. الخطوة رقم 3 هنمد منسوب المية العالي اي ام على استقامته ناحية اليمين كده لحد ما يقطع الداون ستريم في نقطه اسمها زي. اوكي لحد ما يقطع الميل بتاع السد، الميل السد هيقطعه في نقطه اسمها زي. طيب وبعدين هبدا اقف بالبرجل في اف وافتح لحد زي وارسم قوس يقطع نص الدايره في واي. الخطوه رقم 4 هقف بالبرجل في اف وافتح لحد زد وارسم قوس، القوس ده يقطع نص الدايره اللي كنا لسه رسمناها من شويه في نقطه اسمها واي. جميل. وبعد كده اعكس اروح اقف بالبرجل في تي وافتح لحد واي او مرجعها تاني على الداون ستريم سلوب تقطعه في نقطه اسمها اي. هي دي الاي اللي احنا بندور عليها، وهي دي نقطه الكوركشن اللي احنا عايزين نعمله. هنوجه من نقطه اي نقوم عاملين ايه بقى؟ نفس اللي لسه عاملين من شويه اسمه كيرف كده لحد ملحم في لاين الماتيماتيك اللي احنا جبناه من شويه، ونلغي الجزء بتاع الفريتك لاين اللي كان ظاهر بره جسم السد. ها دول حد عايز حاجه تاني؟ تمام واضحه؟ يعني كده اللاين بيخرج من ام عمودي وبيوصل ولما بيجي عند اي بيبقى تانجنت لجسم السد. مظبوط كده؟ بالظبط بالظبط كده. شكرا يا دكتور. اللي هو الشكل النهائي بتاع الفريتك لاين اهو، هو ده اللي هو اول رسمه موجوده عندنا فوق، شايفها؟
شايفينها اول رسمه كده، ده فيه بقى شكل الفراتك لاين بيبقى داخل من عند نقطه ام عند تانجنت وخارج تانجنت كده من عند نقطه اي اللي هي فوق الفوكس بشويه. طب معلش يا دكتور، طب هو الحته اللي هي هيبقى فيها الميه خارجه يعني تانجنت للجسم السد، مش المفروض يكون ليها تدعيم خاص لان حمايتها من التاكل بطريقه زياده عن باقي الجسم؟ اي حمايات اي تدعيمات عشان موضوع الخروج ده، ده اللي جاي بقى هتشوف دلوقتي في الكيسز اللي جايه دي. احنا كلنا بنتكلم على هوموجينيس دام اوكي اللي هي اول كيس. طيب عايزين بقى دلوقتي ننتقل، احنا خلي بالكم نعيد تاني ونقول ان احنا كل ده كنا بنرسم الفراتيك لاين، وانك عشان ترسم الفراتيك لاين محتاج الفوكس والدايركتكس اللي هو الدليل، وقلنا ان الفوكس دي حالتها ثابته على حسب حاله الـ وعلى حسب نوعيه السد بتاعها. فاحنا كل ده كنا بنتكلم على هوموجينيس ايرث دام، وده شكل اول شكل موجود عندكم فوق اهو اللي هو النورمال هوموجينيس ايرث دام، ده شكل الفراتيك لاين فيه بعد التصحيح، وده شكل الفوكس بتاعته كانت موجوده فين قلنا في اخر ركن عند الداون ستريم. هنا بقى عايزين نتكلم على كيسز على حسب بقى تبقى الفوكس موجوده فين وهيبقى الكوركشن بتاعته عامله ازاي لو حاله السد اتغيرت، يعني لو عندنا شكل تاني من اشكال السدود الترابيه زي مثلا دام وذ كور. لو عندنا في كور في السد، قلنا ايه هو الكور ده؟ الكور هو عباره عن كتله من الطين او من الطم، اوكي؟ هي دي اللي المفروض بتحجز الميه، او هي دي اللي دورها انها بالتدريج تحجز الميه. امال ايه اللي بيكون حواليها؟ دي بيكون كتل ثانيه من الرمل والزلط للحمايه. اذا لما يكون عندي في زوند ايرث دام، زون ده اسمه زوند يعني بيتكون من زونز، في كور في النص وفي شيلز قلنا من الرمل والزلط يمين وشمال، يبقى حقيقه هو فين السد لما يكون في زوند ايرث دام؟ فين السد اصلا؟ السد هو الكور ذات نفسه مش كده ولا ايه؟ فكل اللي هيحصل ان حضرتك هتطبق نفس الخطوات اللي فاتت دي كلها، بس وانت مركز على مين بس؟ على الكور اللي جوه. يعني حتى بص شوف الرسمه هي موجوده بخطواتها كلها بكل اللي انا عامله، بس كلها متركزه فين؟ جوه الكور. الفوكس فين؟ هي اخر ركن، اخر ركن في مين؟ في الكور مش في السد ذات نفسه، لان بقيه جسم السد ده مجرد تغطيه من الرمل والزلط. الشكل الموجود قدامكم ده بقيه جسم السد ده مش سد، ده تغطيه للكور وحمايه باستخدام الرمل والزلط، وده كده يبقى شكل من اشكال الحمايه يا باشمهندس مصطفى للمنطقه اللي الميه بتخرج فيها. ان انا اعمل زوند ايرث دام، ان انا اغطي الحته دي، اغطي السد كله اصلا برمل وزلط. فده كده حاله من ضمن الحالات. لو عندي كور مطبق نفس الخطوات اللي فاتت بس كلها فوكس، كلها فين؟ او كلها الخطوات كلها متركزه فين؟ والفلونت هتترسم فين؟ كلها جوه كور، وكل الستبس بتاعتي كلها جوه الكور، وكاني مش شايف الشيلز اللي بره دي، اكني مش شايف الترابيزويد الخارجي، اكني مركز كله على الترابيزويد اللي هو الصغير اللي جوه ده، هو ده اللي هنرسم فيه ونعمل فيه كل خطواتنا. طيب حاله ثانيه، الحته زي ما كان لسه بيقول مصطفى للميه بتخرج فيها من عند نهايه طرف السد كده، ما دي ممكن تتاكل. عشان كده بنيجي في المنطقه اللي هي في الداون ستريم عند الخروج بنعمل فيها حاجه بنسميها فلتر او درينج زون. ان احنا بنيجي عند في الحاله رقم 3 السكتش موجود قدامكم فوق ده، بتلاقي ان ممكن نعمل سد وتلاقي عند منطقه الخروج بتاعه الميه حاطين طبقه حمايه كده من الرمل والزلط برضو. اوكي اهو ده شكل من اشكال الزوند دامز، ده زوند ايرث دام. انما فين السد؟ هو السد الرئيسي اللي معمول من الطين مش كده، اللي هو ورا الدرينج لاير او ورا الدرينج زون، يبقى هو ده السد الرئيسي بتاعنا في الفلونت، وهو ده اللي هيتعمل فيه الكوركشنز بتاعتنا، وتبقى ساعتها الفوكس موجوده فين؟ عند الركن الاخير في جسم السد. جسم السد يعني اللي بيسد، مين هنا بيسد؟ هو المنطقه الترابيزود الابيض ده، انما الترابيزويد اللي منقط اللي هو اسمه الدرينج زون ده ملوش علاقه بالموضوع ده فلتر، ده رمل وزلط ده مش كده. فعشان كده الفوكس موجوده في اخر ركن في جسم السد، والدرينج زون ده موجود ردا على سؤال المهندس مصطفى علشان يحمي منطقه خروج الميه وما ينحرهاش. طيب ساعات برضو بنعمل الحاله رقم 4 اللي هو السكتش اللي تحت، ساعات بنعمل الدرينج زون ده او منطقه حمايه الـ منطقه خروج الميه بنحميها برضو بطبقه من الرمل والزلط، بس ما بتكونش عامل زي المثلث اللي كان فوق ده كده كله طاير بره، لا بيبقى مثلث بس جوه، يعني بيبقى جوه جسم السد ذات نفسه. اوكي اهو ده نفس الكلام برضو، يبقى اول ما الاقي فلتر او درينج زون زي ده كده مش موجود معايا في السد، لان ده ما بيسدش، ده بيفلتر مش كده، رمل وزلط وحاجات كده مجرد بيفلتر بيحمي
انما السد ذات نفسه هو الطمي والطين اللي بيحجز الميه او بيقلل سريان الميه. يبقى في الحاله رقم 4 الموجود تحت عندنا دي واضح جدا ان هتبقى الفوكس موجوده فين؟ اخر نقطه سفليه في جسم السد اللي هي في الموجود تحت دي عندنا. وهنا بقى فين الزاويه الفا اللي هنعمل بيها كوركشن؟ هي الزاويه المنفرجه دي. هي الزاويه المنفرجه الموجوده عندنا دي، وبالتالي دي هنستخدم لها التشارت لان الزاويه دي اكبر من 30 درجه. فعمل الاوتليت كوركشن. الزاويه الفا هي زاويه منفرجه اهي مش كده؟ ودي اللي هنستخدم لها التشارت فعمل الكوركشن. تمام؟ طيب ناخد حاله كمان. هو ثانيه بس دكتور، الحاله رقم 5 قدامكم ده ان جوه الحاله رقم 4 ثاني يا دكتور معلش. هو يعني ازاي اصلا هيبقى يعني انا كده ما خليتش الفلو لاين يكمل لحد اخر السد يعني مش هو المفروض بيبدا في اول السد وبيخلص في اخر السد؟ انا كده بخلص في يعني في اخر جزء في السد خالص. اوكي مش ما ده اخر جزء في السد. طب ما انت عايز يخلص فين؟ لا انا اقصد ان هو ما كملش لحد الاخر ان هو يمشي يخرج لحد الناحيه الثانيه. لا هيمشي ويخرج الناحيه الثانيه ما هيخرج من الفلتر. طب بالنسبه للحاله دي بس كلامك هنا او بغض النظر يعني ما الكلام بتاعك ده ينطبق على الحاله اللي فوق برضه. ما هو الحاله اللي فوق نفس الكلام، الميه بتروح فين؟ ما هي الميه بتخرج بعد الفلتر. بعد الفلتر الميه بتخرج. نفس الكلام الفلتر ذات نفسه بقى، لا الفلتر ده من ده بيتعمل له ديزاين، والفلتر ده بيكون اقوى من ماده السد ذات نفسه لان الفلتر ده معمول من رمل وزلط يعني. فالميه هتخرج من نقطه الفوكس دي تخش جوه الفلتر، وبعد كده تخرج بقى تخش جوه مجرى النيل العادي. مش هتجريه يعني، مش هتمشي، مش هتاخده وتمشي يعني. لان الفلتر ده مور ستيبل، اللي يخلي الميه تعدي بامان من السد يبقى هتعدي بامان من الفلتر ده، لان خلاص كده الميه خرجت اصلا بقت في الفري ستيت. طب وبالنسبه للرسم ولا مش علينا الرسم في الحالات دي؟ واضحه ولا لا علينا طبعا. طيب رسمه ايه يا باشمهندس؟ طيب رسمه ايه اللي بتتكلم عليها؟ مش علينا ولا مش علينا؟ اللاين نفسه. اللاين نفسه ما هو مرسوم واحنا رسمناه اهو. وانت عندك في مشكله انك ترسم بنفس الستبس اللي فاتت؟ اكيد اه. ما هو لو في ستبس مختلفه كنت قلتها لك. طالما انا بقول ان نعمل نفس الكلام بس الحاله احنا دلوقتي بنتكلم على الكيسز بتاعت اللوكيشن الفوكس فين. خلاص بقى ايه الاختلاف بقى؟ هنطبق نفس الخطوات. تمام يا دكتور. طيب هي ماشي. الحاله رقم 5 لو عندنا في حاجه اسمها تشيمني او تشيمني درين او تشيمني فلتر، ده بيكون حاجه كده عامله زي تحس ان حاجه عامله زي الشمعه كده او زي المدخنه الصغيره اللي دي بتتبني او بنعملها جوه جسم السد. السد بتاعنا كله من الطين وبنعمل فيه التكوينه اللي واقفه شبه راسيه دي. الحاله رقم 5 الموجوده قدامنا دي بتكون برده من الرمل والزلط. ده برده شكل من اشكال الفلترز يعني، ده برده شكل من اشكال الفلترز اللي بنعملها برده علشان نهدي شويه من تاثير خروج الميه، ما تبقاش ده خارجه كده بشكل قوي من السد فممكن تقطع في حته او تنحر في حته. فبنعمل فلتر جوه جسم السد ويبقى واخد الشكل اللي هو بتاع التشيمني ده كده اللي هو عامل زي المدخنه كده. في حاله زي كده الفوكس موجوده فين؟ في اخر نقطه في اخر نقطه في السد في الركن السفلي اللي هي الاف الموجوده قدامنا دي. هي فين اخر نقطه؟ ما عند الحته بتاعت السد اللي قبل الفلتر مش بعد الفلتر. والا ما احنا عاملين فلتر ليه؟ يعني لو الفوكس ده هترحل بعد الفلتر يبقى اكننا بنعترف ان السد شغال بعد الفلتر. اللهم احنا عاملين فلتر ليه؟ عاملينه عشان كده، عاملينه علشان يسحب او يعني يخلي منطقه مرور المايه جوه السد قبل الفلتر مش بعديه. وبالتالي فالفوكس بقى هي النقطه الموجوده قدام حضراتكم كده، والزاويه الفا هي زاويه السلوب اللي المايه هتخرج منه. هنا المايه هتخرج فين؟ السلوب اللي المايه هتخرج منه هو سلوب الفلتر ذات نفسه، سلوب الفلتر مش سلوب تاني. لان المايه لو هتستنى تروح لحد السلوب بتاع السد امال الفلتر ده لازمته ايه؟ يبقى ملوش لازمه. ولو ده حصل في الحقيقه يبقى الفلتر ده بايظ او مش شغال كويس. دي كيس. الكيس اللي بعدها اللي هي كده
ساعات بنعمل الفلتر او الدرينج لاير دي بنعملها افقي، وبنعملها تحت جسم السد بحاجه بسيطه كده، بنعملها بشكل افقي، بنعملها يعني بنبدا الاول نحفر في التربه الطبيعيه، نرمي طبقه رمل وزلط، وبعد كده نبني السد فوقيه، وبعد كده نبني السد فوق الفلتر الافقي ده. الفلتر ده طول ما هو افقي بس تحت جسم السد، يبقى ساعتها الفوكس فين؟ في اول نقطه خالص في الفلتر. احنا ده كده الافتراضات بتاعتنا، وبنبني الديزاين بتاعنا كله على كده. لو حصل في الطبيعه حاجه تانية غير كده والميه لقيناها خارجه لنا من السد، يبقى الفلتر ما كانش شغال، يبقى احنا عملنا حاجه مش مظبوطه. اوكي، لازم نخش نتدخل ونعالج الفلتر ده بطريقه ما ونأهله تاني انسون. انما احنا كده بنتكلم على كيس تصميميه، احنا بنصمم سد واقف على فلتر افقي تحت جسم السد، مش جوه جسم السد، تحت جسم السد، معمول في الارض الطبيعيه تحت يعني. اوكي، وبالتالي يبقى ده اعتراف مننا ان احنا عايزين الميه تخرج من الفلتر ده، يبقى فين اخر نقطه في السد ممكن الميه تخرج منه؟ هي جاست بدايه الفلتر على طول، اللي هي في نقطه فوكس الموجوده قدامنا دي كده. وفي الحاله دي يبقى فين الزاويه الفا اللي هنحتاج نعمل بيها الكوركشن بتاعتنا؟ الزاويه الفا هنا بتساوي كام؟ 180 درجه، لان تقريبا انت كده الميه خارجه من مسطح افقي، مفيش ميل يعني، افقي مع افقي بينهم الفوكس، افقي السد مع افقي الفلتر بينهم الفوكس، يبقى الزاويه بينهم 180 درجه مش كده؟ وبالتالي يبقى هنخش الشارت بتاعتنا ونصحح الكوركشن بتاعنا بالزاويه اللي هي 180 درجه، انا هنا ما عنديش سلوب. تمام؟ طيب الحاله اللي بعد كده نفس القصه برضو، الحاله رقم 7 دي، لو برضو عندي فلتر افقي او درينج لاير افقيه بس مش تحت السد، لو جوه جسم السد يعني، عملناها واحنا بنعمل السد نفسه. انا عايزكم تلاحظوا الفرق بين الكيس دي والكيس اللي فاتت. معلش انا هرجع تاني على السلايد اللي فاتت. السلايد اللي فاتت كان برضو فلتر افقي كده، بص اللي هي الكيس رقم 6، بس بصوا الفلتر موجود فين؟ تحت جسم السد، معمول في الارض الطبيعيه اللي تحتيه. اوكي، يعني مش داخل جوه جسم السد. انما الكيس بتاعتنا دي كيس رقم 7، انا عندي الدرينج لاير او الفلتر بتاعي موجود عند البيز، موجود تحت عند قاعده السد بس جوه جسم السد، بس جوه جسم السد. هنا في الحاله دي بقى بيبقى الفوكس برضو موجود عند نقطه بدايه الفلتر، الفوكس موجود عند نقطه بدايه الفلتر الافقي، بس يا اما تكون نقطه بدايته العلويه، يا اما فوق يا اما تحت، كده كده الفوكس موجود عند بدايه الفلتر، يا اما موجوده في السطح العلوي بتاعه يا اما موجوده سفليا، يا فوق يا تحت. ده بيتوقف على حسب تخانه الفلتر ده قد ايه، على حسب تخانه الفلتر قد ايه، وعلى حسب الدلتا اتش، فرق هيد الميه اللي السد ده المفروض بيحجزه قد ايه. لو الـ 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 لو تخانه الفلتر كبيره، لو تخانه الفلتر بتاعتنا كبيره، التخانه بتاعته اكبر من دلتا اتش على 4، ايه الدلتا اتش دي؟ اللي هو الهيد ديفرنس بتاع الميه، فرق منسوب الميه العالي عن منسوب الميه الاوطى. اوكي، ده مش ارتفاع العالي عن منسوب الميه الاوطى. لو تخانه الفلتر تي اللي احنا مسمينها تي، لو اكبر من دلتا اتش على 4، من ربع دلتا اتش، لو التي دي كبيره، يبقى ساعتها الفوكس بتاعتي هتبقى تحت، الفوكس هتبقى تحت. اوكي، انما لو التي دي صغيره اقل من دلتا اتش على 4، هتبقى الفوكس بتاعتي فوق. يعني ايه بقى؟ يعني لو عندي فلتر رفيع، فلتر انا عامله السمك بتاعه ما هواش كبير، يبقى ساعتها الفوكس بتاعت الفرياتيك لاين هتبقى على سطح الفلتر ده من فوق، ماشي. انما لو الفلتر ده انا عامله تخين او عامله كبير، زي ما بيقولوا كده حاجه كبيره كده، واخده حجم كبير جوه جسم السد، الفوكس تبقى تحت. ده معناه ان الفرياتيك لاين ده هيكمل لحد تحت، هيكمل جوه الفلتر الكبير ده. ايوه، لان ساعتها الفلتر ده مع الوقت المايه اللي هتعدي فيه من جوه جسم السد هتبقى محمله بالطين، هتسده. فمع الوقت احنا تصميميا ان المايه تكمل، يعني تبقى الفوكس لو كملت لحد تحت يبقى الفيرتيك لاين كمان نازل معاها اكيد، مش كده؟ فوارد جدا المايه تنزل معايا لحد ايه؟ لحد تحت في الفلتر، وارد جدا. لازم نبقى عاملين حسابنا في التصميم على كده، عشان كده بنقول احنا دي كلها حالات تصميميه، احنا بنشوف تاثيرها ايه على الرسم بتاعنا. اوكي؟ حالات تصميميه، وبنشوف تاثيرها ايه على الرسم بتاعنا وبناخده معانا في الاعتبار. بعد كده نراقب الكلام ده في الطبيعه، لو حصل حاجه ثانيه في الطبيعه غير كده يبقى احنا في حاجه في التنفيذ ما مشيتش زي اللي احنا صممناه. لازم نبتدي نتدخل على طول ساعتها. فدي كيس مهم قوي، لو عندي هوريزونتال بيس فلتر جوه جسم السد، عشان احدد الفوكس فين لازم حقيقه اشوف التخانه بتاعته قد ايه، والتخانه بتاعته تبقى جيفن انت تبقى عارفها. لو التخانه بتاعته اكبر من ربع السي بي جي هيد اللي هو دلتا اتش على 4، يبقى ساعتها الفوكس بتاعته تحت، لو صغيره الفوكس بتاعته بتبقى الفوكس بتاع الفلتر كلايم بتبقى فوق، فوق فين؟
عند سطح الفلتر من فوق عند بداية الفلتر خالص. بس انا كده كل ده بنتكلم على الحالة بتاعت الفوكس بي. الحالة بتاعت الفوكس موجودة هنا اهي، زاوية التصحيح في جميع الاحوال كام؟ 180 درجة برضو، لان قبل الفوكس بعد الفوكس في جميع الاحوال انا عندي اسطح افقية، ما عنديش زاوية للتصحيح يعني 180 درجة. يبقى هنستخدم الشرط بتاعتنا وندور على النقطة اي لو الزاوية بتاعتي 180 درجة. طب بقية الخطوات هي مفيش اي اختلاف، احنا كل ده بنتكلم على تبقى الفوكس فين. بعد ما عرفت الفوكس فين بجيب الدليل بنفس الطريقة، بعمل الكوريكشنز على حسب الزاوية الفا، بكمل الخطوات بتاعتي بنفس الطريقة، بعمل الكوريكشن بتاع الانلت اللي هو المدخل بنفس الطريقة وبس على كده. يبقى انا كده بنيت الفرياتيك لاين بتاعي. لحد كده في مشكلة؟ حد عنده سؤال لحد كده؟ حد عنده سؤال يا شباب لحد كده؟ لا تمام يا دكتور. طيب انا قدامي 5 دقايق كمان ممكن ولا؟ تمام. طيب عشان بس يبقى عرفنا ازاي نرسم الفلونت كلها، احنا كل ده كنا بنتكلم على ازاي نرسم الفرياتيك لاين. طيب رسمنا الفرياتيك لاين وعملنا الكوركشنز بتاعته على حسب الحاله بتاعت الدام، اللي بيفرق فيه بس هو مكان الفوكس فين وزاويه التصحيح كام للمهندس مصطفى. اللي بيفرق فيه بس هو مكان الفوكس فين وزاويه التصحيح بكام، انما بقيه الخطوات كلها هي. اوكي طيب احنا كده عملنا الفرياتيك لاين خلاص، فين بقى بقيه الفلو لاين فلونت؟ فين بقيه الفلونت بتاعتنا؟ الخطوات اللي بعد كده بقى نعمل ايه؟ بصوا بقى عشان نكمل رسم الفلونت بتاعتنا، الخطوه اللي بعد كده هنبدا نعمل الاتي، ان احنا هنبدا على الدليل بتاعنا اللي هو الخط الرأسي اللي كان واقف اللي كان بتاع النقطه ال ده، الخط الرأسي اللي هو الدليل اللي كان موجود عندنا ده، هنشوف المسافه دلتا اتش اللي هو فرق هيد المايه بعيد تاني. الدلتا اتش فرق منسوب المايه العالي عن منسوب المايه الواطي. منسوب المايه الواطي مش دايما عند قاعده السد، ساعات بيبقى فوق شويه. اوكي هنشوف المسافه دلتا اتش اللي هو فرق هيد المايه بكام، وهنبدا نقسمه على زي مثلا 8 اجزاء. اوكي وبالتالي هنبدا نقسم الدليل بتاعنا الخط الرأسي بتاعنا، نشوف المسافه دلتا اتش عليه بكام، ونبدا نقسمها 8 حتت متساويه. هنا بقى لازم نقسمه 8 حتت متساويه. نقول كمان الخط الرأسي اللي اسمه الدليل هنوقع عليه المسافه اللي اسمها دلتا اتش اللي هو فرق منسوب المايه العالي عن منسوب المايه الاوطى. اوكي هنشوف المسافه دي كام بالمثلث بتاعنا او بالمسطره، ونقسمها ل 8 حتت متساويه مثلا. اوكي من كل حته كده من اللي احنا الديفيجنز اللي احنا عملناها دي هنرجع بيها بخطوط افقيه كده. التقسيمات دي هنعملها ازاي؟ هنعملها بخطوط افقيه خفيفه لحد الفراتيك لاين. من الدليل للفراتيك لاين هعمل خطوط اللي هي الدوتات الخفيفه دي. اوكي دي على مسافات راسيه متساويه. المسافات الراسيه دي جبتها منين؟ ان انا خدت الدلتا اتش وقسمتها مثلا على 8. اوكي هو المفروض تقسمها على من 6 ل 10 مسافات متساويه، من 6 ل 10 قول 8 حاجه في النص كده. اوكي فالتقسيمات اللي انا بعملها دي بالخطوط الخفيفه دي على مسافات متساويه دي هتقطع الفرياتيك لاين في النقطه اللي هي الدوتات البسيطه اللي احنا بنعملها دي الفرياتيك لاين. من كل نقطه من دول هقوم راسم مين بقى؟ هقوم راسم ايكو بوتنشال لاين. يبقى انا التقسيمات الافقيه اللي انا عملتها دي بعملها لحد من الدليل بخطوط افقيه كده لحد ما اقطع الفرياتيك لاين في نقط خفيفه الفرياتيك لاين. من النقط اللي على الفراتيك لاين اللي انا جبتها دي هقوم راسم منها ايكو بوتنشال لاينز. اوكي هقوم راسم منها ايكو بوتنشال لاينز. الايكو بوتنشال لاينز بترسم ازاي؟ لازم تكون عموديه على الفراتيك لاين مش كده؟ عشان العلاقه بين الفراتيك لاين والفلو لاين سوري الايكو بوتنشال لاين والفلو لاين تكون دايما تعامد. وانا دلوقتي برسم ايكو بوتنشال لاين لازم يكون عمودي على الفراتيك لاين، لان الفراتيك لاين ده اصلا فلو لاين مش كده؟ طيب يبقى هبدا ارسم ايكو بوتنشال لاينز تطلع عموديه على الفراتيك لاين وتنزل ايه على قاعده السد الغير منفذه؟ عموديه برضه. طب اشمعنى؟ لان في ايه تحت على قاعده السد الغير منفذه؟ اخر فلو لاين. لو انتم فاكرين لما كنا بنتكلم على الفاندمنتالز بتاعت الفلو نت واحنا بنعرف الفلو نت في السدود، قلنا اول فلو لاين اللي هو الفرياتيك اللي اتعلمنا ازاي نرسمه. اخر فلو لاين موجود تحت عند قاعده السد. اوكي يبقى لازم الايكو بوتنشال لاينز اللي هي الحمراء اللي انا راسمها دي تطلع عموديه على الفرياتيك وتنزل تحت عموديه على الايه البيز بتاعه السد على القاعده الغير منفذه. يبقى انا كده رسمت الايكو بوتنشال لاينز بتاعتي. طب وبعدين هقوم جاي بعد كده هقوم راسم فلو لاينز بحيث نقسم
المساحات اللي بين الايكوبوتنشال لاينز لازم تكون ايه مربعات. فهبدأ ازود بقى فلو لاينز، لو شايفين في فلو لاين ازرق كده رسمته في النص كده، ده عشان اخلي بقدر الامكان ان في مساحات مربعات مخلوقه ما بين كل ايكو اثنين ايكو بوتنشال لاينز واثنين فلو لاينز بقدر الامكان. الفلو لاين الازرق الاضافي ده ارسمه ازاي واوجهه ازاي؟ اوجهه كده فري هاند بايديا بحيث بقدر الامكان اخلق مساحات مربعات بقدر الامكان فوقيه ويفضل كمان تحتيه. احيانا بيكون صعب تخلق مربعات فوقيه وتحتيه، الفلو لاين الاضافي اللي بيترسم ده ممكن تبقى صعب ترسم فلو لاين تعمل مربعات فوقيه وتحتيه، يبقى على الاقل طب فوقيه تكون مساحات مربعات تحتيه يكون في شويه ايرورز مقبوله انسون وهكذا. هل لما بنيجي نرسم فلو لاينز زياده انا محتاج واحد بس زياده؟ مش شرط، على حسب السكيل بتاع المساله وعلى حسب، انا ممكن احتاج 2 3 فلو لاينز. اللي مش واخد باله انا قصدي ايه معلش نشوف كده، انا بس هعدل السلايد من، انا بس عايز اوريكم الرسومات دي اللي كان بيسأل على شكل فلونت في الحالات المختلفه. ادي كده شكل فلونت في حالات مختلفه، هتطلع شكلها عامل كده ان انا بنرسم الايكو بوتنشال لاينز وقلنا بالطريقه اللي احنا عملناها مش كده، بنمسك الدليل نحط عليه المسافه اللي اسمها دلتا اتش نقسمها 8 حتت، نرجع بالتقسيمات دي افق كده لحد ما اقطع الفيرتيك لاين في نقط من الفيرتيك لاين او نازل ببيربنديكولرز كيرفز كده بيربنديكولر هي الايكو بوتنشال لاين، بتكون عموديه على الفيرتيك لاين وعموديه على القاعده بتاعه الايه بتاعه السد. بعد ما برسم الايكو بوتنشال لاينز بشوف ما بين الفيرتيك لاين اللي فوق وما بين الفلو لاين الاخير اللي تحت والايكو بوتنشال لاينز اللي انا عملتها، هل المساحات محتاجه كام فلو لاين عشان تخلق لي شويه مربعات تطلع زي ما تطلع. في السكتش انا كنت رسمه من شويه احتجت واحد، هنا في السكتشات اللي قدامنا دي في منها احتاج اثنين فلو لاين زياده، ثلاثه فلو لاين زياده، اربعه فلو لاين زياده، زي ما يكون بحيث بقدر الامكان بيخلق مربعات. ولو تلاحظوا بيبقى مركز جدا ان احنا بنخلق مربعات فوق اي فلو لاين اللي برسمه، يعني فوق اي فلو لاين اضافي، يعني برسم فلو لاين اضافي يبقى عيني على المساحات اللي فوقيه كده تبقى مربعات، اللي تحتيه ما بقتش مربعات قوي ماشي، لو نقدر لو محتاج واحد كمان ادي زوده، لو مش محتاج خلاص يبقى كده كفايه. فده كده يطلع شكل الفلونتس اللي موجوده عندنا في اي حاله من حالات الايه الدامز الموجوده عندنا. قبل ما اسال اذا كان في حد عنده سؤال ولا لا، نقول بس كمان الحته دي بالمره. بعد ما رسمنا الفلونت كده اللي موجوده عندنا ورسمنا الايكو بوتنشال لاينز، نقدر نجيب التوتال هيد على كل ايكو بوتنشال لاين من دول؟ اه طبعا نقدر. التوتال هيد على اول ايكو بوتنشال لاين بكام؟ بدلتا اتش اللي هو دلتا اتش الكلي، والتوتال هيد على اخر ايكو بوتنشال لاين بكام؟ بزيرو مش كده؟ يبقى ان بتوين، يبقى ان بتوين التوتال هيد عندنا على كل ايكو بوتنشال لاين نقدر نجيبه؟ نقدر، من خلال ان احنا نحدد ايه؟ يعني انا قصدي بعد ما بترسموا الفلونت ايه اهم المعلومات اللي بنطلعها منها؟ معلومتين مهمين جدا، عدد الفلو شانلز وعدد البوتنشال دروبس مش كده؟ الفلو شانلز اللي هي المساحات اللي كل اثنين فلو لاين، يعني مثلا في الرسمه الموجوده قدامنا دي في كام فلو شانل؟ اثنين. في الرسمه اللي انا رسمها بايديا اللي قدامكم دي في اثنين فلو شانلز مش كده؟ في اللي هي المساحه اللي بين كل اثنين فلو لاينز، اول فلو لاين اللي هو الفرياتك، ثاني فلو لاين اللي هو الاضافي اللي انا عامله في النص ده، ثالث فلو لاين اللي هو الموجود تحت خالص. يبقى انا كده حتى الان عندي اثنين فلو شانلز. طيب في كام بوتنشال دروب؟ على فكره مش محتاج تعدهم، البوتنشال دروبس هو نفسه عدد الاقسام اللي انت قسمت الدلتا اتش ليها وانت بتعمل الخطوط الافقيه دي. مش احنا على الدليل خلنا مسافه دلتا اتش وعملنا قسمناها 8 حتت، المفروض يطلع لي فيه 8 بوتنشال دروبس. لو عايز تعدهم فور تشيك يا ريت اوكي، انما المفروض يطلعوا هم نفس الديفيجنز اللي انت قسمت الدلتا اتش دي. يبقى انا كده مثلا في الرسمه اللي قدامي دي في عندي مثلا كام بوتنشال دروب؟ عندي 8 بوتنشال دروب. ايه هي البوتنشال دروب؟ المساحه اللي بين كل اثنين ايكو بوتنشال لاينز، المساحه اللي بين كل اثنين ايكو بوتنشال لاينز اللي هي مراحل فقد الضغط، داخله بضغط كلي دلتا اتش، خارجه بضغط كلي زيرو، يبقى ان بتوين فقد الدلتا اتش دي على مراحل اوكي. المراحل دي بدايه من عند مكان دخول الميه نهايه لحد مكان خروج الميه، كل مرحله اسمها ايكو بوتنشال اسمها بوتنشال دروب مش كده. وبالتالي يبقى احنا كده عندنا النمبر اوف بوتنشال دروبز هنا عندنا زي مثلا في الرسمه دي 8، يبقى نقدر نطلع الفلو ريت او الديسشارج. نقدر لما بنعوض في القانون اللي انتوا خدتوه بتاع الفلو ريت اللي هو الكي في الدلتا اتش في عدد الفلو شانلز على عدد البوتنشال دروبس مش كده؟ فبتطلعوا الفلو ريت اللي بيطلع عندك مش كده بالمتر المكعب بير تايم على حسب بقى بير سكند او بير اور بير ميتر ران. يعني ايه بير ميتر ران؟
لكل شريحة متر، لأن احنا كده واخدين الرسمة اللي قدامنا دي، انت واخد شريحة متر من طول السد، وطول السد هو نفسه مين؟ عرض المجرى المائي، صح؟ فاحنا ما نعرفش طول السد ده، فاحنا بناخد فيه شريحة متر ونشتغل عليه ويطلع لنا الفلو ريت بتاعنا بير متر ران. وبالتالي زي ما موجود قدامكم كده تقدر تحسب التوتال هيد اللي موجود على كل ايكو بوتنشال لاين من الـ من الـ من الثمان خطوط الموجودين قدامنا دول. انا قصدي دي كلها قبل كده، بعد ما رسمنا الفلو نت بنطلع ايه يعني؟ بنطلع عدد الفلو شانلز، عدد بوتنشال دروبز، نعوض في القانون بتاع الفلو ريت نحسبه مش كده، نحسب الهيد الموجود او التوتال هيد الموجود على كل ايكو بوتنشال لاين زي ما انتم دايما متعودين دايما تعملوه في كل المسائل بتاعت السيبج. اوكي طيب كده احنا حد عنده سؤال؟ حد عنده؟ احنا فاضل لنا بس موضوع الابليفت دي، هنبقى نقولها المره الجايه يعني ازاي نطلع الابليفت على قاعده السد دي، نقولها المره الجايه، دي اخر حاجه يعني عشان بس ما تقلش عليكم اكتر من كده، هي دي اخر سلايدز يعني ايه، عشان حتى المره دي نعمل ريفرشمنت كده وبعد كده نكمل. حد عنده سؤال؟ تمام يا دكتور. مصطفى عندك سؤال؟ اسراء عندك سؤال؟ لا يا دكتور تمام، شكرا جدا. لا يا دكتور تمام. ماشي خلاص، خليني اشوفكم ان شاء الله، او اشوفكم يعني اسمعكم المره الجايه ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم وسوري اذا كنت ازعجتكم كل حاجه. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور.